هنتكلم دلوقتي على التولز اللي هنستخدمها في كل الخطوات دي، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت على سايبر وعلى سكوبس وشويه على ساينس دايركت. النهارده برضو هنتكلم على سكوبس وعلى ساينس دايركت وعلى مندلي، فلازم نبقى عارفين كويس انا اصلا هدخل على التولز دي ازاي لو انا اول مره استخدمهم. فزي ما حضراتكم شايفين، اللي عنده اكونت على بنك المعرفه، اعتقد حضراتكم كلكم عندنا اكونت، بدخل على طول على الايجيبشن نوليدج بانك وبشوف سورسز، ومن سورسز هلاقي السيفير، وفي السيفير هلاقي حوالي 7 تولز، منهم سكوبس ومنهم ساينس دايركت. بدخل عليه على طول، هو بيبعتني على سكوبس. فلو انا مثلا اول مره بستخدم سكوبس، هعمل اكونت جديد على سكوبس ملوش علاقه بالاكونت بتاعي على بنك المعرفه، وهيبقى ده الاكونت بتاعي على كل التولز بتاعت السيفير. فلو انا اول مره استخدم اي تول، هعمل الاكونت مره واحده بس، وهو نفسه اللي هيشتغل على سكوبس على ساينس دايركت وعلى باقي التولز اللي انا محتاجها. في حد بيسال على الريكوردنج، فهي السيشن يعني بتتسجل وبتنزل بعد كده على التشانل بتاع اليوتيوب تشانل بتاعتنا، وهوريكم اسمها او اللينك بتاعها في الاخر. نرجع تاني، دي كانت طريقه في للاكسس من خلال اكونت بنك المعرفه. طيب احنا عارفين دلوقتي الظروف، وفي ناس كتير بتشتغل فروم هوم، ومش كل الناس تقدر تعمل، يعني اللي ما عندوش اكونت على بنك المعرفه ممكن ما يقدرش يعمله دلوقتي. فهنعمل ايه؟ هدخل على طول على سكوبس من خلال جوجل، وهلاقي البيج دي هتظهر لي، سكوبس بريفيو. فهلاقي في حاجه فوق اسمها تشيك اكسس زي ما ظاهر قدام حضراتكم، هضغط على تشيك اكسس، هيظهر لي على طول بوكس هيطلب مني انستتيوشنال ايميل. انا لو عندي ايميل جامعي ممكن اكتبه على طول، وهو هيدخلني على سكوبس. هعمل برضو يعني هيخليني اعمل اكونت جديد على سكوبس بالايميل الجامعي بتاعي او بالانستتيوشنال ايميل بتاعي، او انا ممكن اكتب في الانستتيوشنال ايميل دي اي كي بي. لو انا دخلت على سكوبس على طول من على جوجل، هكتب اي كي بي او ايجيبشن نوليدج بانك، هو هيرجعني تاني على بنك المعرفة. هعمل ساين ان على بنك المعرفة او هفتح الاكونت بتاعي على بنك المعرفة، هيروح يري دايركت مي او يبعتني يرجعني مرة تانية لسكوبس، وابتدي على طول اشوف انا كنت محتاج استخدمه فيه. طيب ده كده كان ازاي هدخل على سكوبس، وتقريبا نفس الطريقة دي اللي بدخل بيها على ساينس دايركت، ولكن برضو هنشوف الاكسس بتاعها لما نيجي نبتدي فيها. بس نفس الفكره، هدخل عليه من خلال بنك المعرفه او هفتح ساينس دايركت على طول، واشوف تشيك اكسس، واختار اكونت بنك المعرفه بتاعي، او اكتب الانستتيوشنال ايميل بتاعي وادخل بيه على طول. طيب هنبتدي بقى دلوقتي نشوف ازاي هلاقي ازاي ادور على الافيلبل ليتريتشر، او ازاي عايز اشوف الريفرنسز اللي هستخدمها، عايز اجمع كمية أو قدر معين من الريفرنسز اللي هتساعدني في الشغل بتاعي. فهنشوف ازاي نستخدم سكوبس في الموضوع ده. احنا من أول هنا أنا سايبة لحضراتكم السلايدز علشان تبقى معاكم لو نحب نرجع لها، ودي هناخدها في هتلاقوها في الآخر موجودة في نفس اللينك اللي هيبقى فيه الشهادة، لأن برضو في حد بيسألني على السيرتيفيكت، في سيرتيفيكت أوف بارتيسيبيشن، هنديكم اللينك والكود بتاعها في الآخر، وده المكان اللي هتلاقوا فيه كمان البرزنتيشن او الماتيريال بتاعت النهارده. خلينا بقى نبتدي كده ديمو سريع عن الموضوع. انا بس عايزه قبل ما نبتدي الديمو، يعني محتاجه اعرف اسمع كده من حضراتكم، لان انا احنا المره اللي فاتت برضو ابتدينا في الويبينار، وبعد كده لقينا اغلب الناس اللي كانت موجوده كانوا اول مره يستخدموا التولز. فلو بس يعني حد يقول لي او تكتبوا لي حتى على الشات، لو اول مره تستخدموا اي تول من التولز دي، مين اكتر، او لو حد استخدم تول منهم ايه اكتر تول ممكن تفيدكم فنركز عليها شويه، او ايه الحاجات اللي محتاجين تعرفوها اكتر.
او ايه الاسئله اللي بتيجي في بال حضراتكم، او ايه الصعوبات المعينه اللي بتواجهوها، فممكن نشوف نحلها ازاي من خلال التولز اللي اتكلمنا عليها دلوقتي قبل ما نبتدي فيها. ما فيش اي مشاكل؟ طيب انا شايفة دكتورة هيام. اتفضلي يا دكتورة هيام. الو، ايوه، دكتورة هيام اتفضلي، اهلا بحضرتك. السلام عليكم، سامعاني حضرتك؟ ايوه سامعاكي، اتفضلي. شكرا. هو طبعا انا كذا مره اجي احضر في الالسيفير، وطبعا في سوفت وير وقع مني خالص، فبالتاكيد الريكوردر بتاع المحاضرات طبعا بحب استرجعها، لكن كنت بحضر بالعافيه يعني. هستاذن حضرتك يعني الدخول على كابي، انا لسه منشطاه، تمام، بنك المعرفه المصري. استاذن الدخول حضرتك يعني الدخول على سكوبس من خلال بنك المعرفة مثلا؟ بالظبط حضرتك، المحاضره النهارده مهمه جدا عشان بدايه كتابه بحث ليا، تمام كده، تمام. واستعين بالريفرنسز في الاول، وطبعا الموضوع بالنسبه لي معروف بالنسبه للبحث بتاعي، فاخش على الحاجات المهمه علشان استجمع الانترودكشن والريفيو واخش بقى في الريزلتس بتاعتي انا، تمام كده. تمام يا دكتور، شكرا شكرا لحضرتك. الله يبارك. برضو في في سؤال عن سايفال وازاي نستخدم سايفال. احنا النهارده ما كناش هندخل قوي في سايفال، احنا اتكلمنا عنه شويه المره اللي فاتت، بس ممكن في الاخر يعني بعد ما نخلص الكونتنت بتاع النهارده لو في وقت ان شاء الله نفتح سايفال كده سريعا ونشوف ممكن نستخدمه ازاي. طيب نرجع تاني للاكسس، لان فعلا ده اهم حاجه يمكن النهارده، هو ان انا ابقى عارف الاول ازاي اصلا هدخل على او هيبقى عندي اكسس على سكوبس وعلى ساينس دايركت وعلى باقي التولز بتاعت السيفير، لان انا لو مش عارف هدخل ازاي او لو ما عنديش اكسس خلاص انا مش هعرف استخدم كل الحاجات المتاحه دي. اهم حاجه يعني اللي على طول بحب اقولها، عشان اكيد في ناس من حضراتكم ممكن يكونوا دخلوا على فتحوا سكوبس اوريدي او فتحوا ساينس دايركت من جوجل على طول من غير اي من غير انستتيوشنال ايميل او من غير اكونت بنك المعرفه، هو هيفتح معاكوا بس مش هيدي لك الفول اوبشنز. فلو مثلا فتحت ساينس دايركت من غير ما يبقى عندي اكسس هتلاقي كل يعني هيظهر لي البيبرز، بس كل البيبرز هتبقى مقفوله ومحتاجه فلوس، يعني هتيجي تنزل البي دي اف او هتيجي تقرا الفول تكست حتى هيبقى محتاج ان انت تبرشيز او تدفع ثمن البيبر. علشان كده بنقول لا ندخل، يعني يستحسن طبعا ندخل من بنك المعرفه، لان اول ما هتدخل من بنك المعرفه هيدي لك فول اكسس على حاجات كتير جدا على البلاتفورمز دي تقدروا تستفيدوا منها، وطبعا كلها فور فري متاحه للمصريين من خلال الاكونت بتاعنا على بنك المعرفه او حتى من خلال الاكونت الجامعي او الانستتيوشنال ايميل، لان في جامعات كتير قوي برضو فاتحه اكسس لحاجات مختلفه على يعني سواء على سكوبس او على ساينس دايركت او على حاجات ثانيه. سايفال هو اللي هنبقى محتاجين نستخدمه من خلال اكونت بنك المعرفه، وهوري حضراتكم دلوقتي تاني ازاي. ماشي، انا اول حاجه بفتح بنك المعرفة، اكونت بنك المعرفة بتاعي. للي عنده اكونت على بنك المعرفة هفتح الاكونت بتاعي، ده شكل اكونت ريسيرشر اهو اللي هو بيبقى لونه احمر، فبفتح سورسز اللي هي فوق سورسز او المصادر، فمن سورسز بنزل تحت بلاقي السيفير اللي هو ده زي ما ظاهر قدام حضراتكم، وبفتح السيفير بلاقي عندي حوالي 7 تولز موجودين، منهم سكوبس ومنهم ساينس دايركت. هدخل على يعني هضغط على اي لينك من دول هيبعتني على طول على التول بتاعتي، يعني لو فتحت سكوبس هيبعتني على سكوبس، ولو انا اول مره استخدم سكوبس او اول مره استخدم اي تول من تولز السيفير هدخل على سكوبس وهعمل اكونت جديد على سكوبس بالايميل، يعني ايميل بتاعي مش لازم يبقى نفس اللي عامل بيه اكونت بنك المعرفه، فده اكونت بتاعي على السيفير ملوش علاقه باكونت بنك المعرفه، بعمله اول مره بس. فلو انا اول مره استخدم اي حاجه في التولز عملت مثلا اكونت على سكوبس
هبتدي استخدمه على سكوبس وعلى ساينس دايركت وعلى باقي التولز بتاعتي. هو هيبقى اكونت على Elsevier، مش هحتاج يعني مش هحتاج اعمل اكونت لكل تول من التولز. تمام كده؟ ده ازاي بدخل من خلال بنك المعرفه. طب لو مش عندي اكونت على بنك المعرفه، هفتح على طول سكوبس من على جوجل. هيظهر لي الصفحه دي اللي هي سكوبس بريفيو، مش هعرف ادخل على حاجه ثانيه. هقول له تشيك اكسس اللي هي موجوده فوق هايلايتد بالاورنج كده قدام حضراتكم، فهقول له تشيك اكسس، هيفتح لي على طول المربع اللي هو ناحيه اليمين، هيقول لي دخل الانستتيوشنال ايميل بتاعك، هدخله الانستتيوشنال ايميل واعمل يعني واعمل بيه اكونت على سكوبس، او اكتب له اي كي بي او ايجيبشن نوليدج بانك. هيبعت لو كتبت له ايجيبشن نوليدج بانك هيوديني تاني على الصفحه بتاعه بنك المعرفه عشان اعمل ساين ان او ادخل على الاكونت بتاعي، وبعد كده يرجعني على سكوبس، وهيبقى فاهم بقى على طول ان انا جاي له من بنك المعرفه، فهيبقى متاح ليا استخدم كل الفيتشرز الموجوده. ساينس دايركت نفس الفكره، برضو بفتح ساينس دايركت من خلال بنك المعرفه على طول واعمل اكونت، او لو خلاص عملت اكونت على سكوبس هستخدمه، او هفتح ساينس دايركت على طول من على جوجل واقول له تشيك اكسس وادخل بالانستتيوشنال ايميل بتاعي، او برضو اقول له بنك المعرفه ونفس القصه دي. مندلي احنا هنتكلم شويه عن مندلي النهارده، ووقتها هنقول ان مندلي ده فري لاي حد، فانا بدخل على طول على مندلي من على جوجل، هفتح مندلي وهعمل اكونت وهنزل الحاجات اللي هنشوفها النهارده، ومش محتاج اي لايسنس او اي اكسس، هو فري لاي حد ده مندلي. سايفال اللي بيسالني على سايفال، سايفال برضو هدخل عليه من اكونت بنك المعرفه، فانا هفتح سايفال هقول له تشيك اكسس او اكتب له اي كي بي وادخل باكونت الاي كي بي. لكن للاسف سايفال مش هنعرف ندخل بالانستتيوشنال ايميل الا لو يعني ممكن ترجعوا لنا بقى ونشوف موضوع الاكسس من خلال الانستتيوشنال ايميل بتاعنا. ده كده كان الاكسس تاني سريعا. بنك المعرفة بيتفتح بس من داخل مصر، هو متاح للمصريين فقط بالاي دي بالناشونال اي دي. لكن اكونت Elsevier، عشان في حد بيسأل، اكونت Elsevier نفسه هقدر افتحه من بره مصر، لكن مش هبقى داخل يعني مش هبقى داخل عليه من اكونت بنك المعرفة. فلو انا مش عندي اكسس غير الاكسس بتاع بنك المعرفه، فانا كده هبقى داخل مش هيبقى عندي الاكسس ده. مش عارفه باشمهندس خالد، هو لو انا عملت الاكونت على بنك المعرفه وبعد كده دخلت على اكونت Elsevier من بره مصر، كده هيبقى عارف ان انا جاي له من بنك المعرفه؟ طيب احنا ممكن اسال في الموضوع ده، بصراحه مش متاكده، بس اعتقد مش هيبقى عارف، ان لان بنك المعرفه ما بيفتحش غير جوه مصر، فاعتقد مش هقدر اخد الفول اكسس من وانا بره. طيب ده كده كان الاكسس. خلينا نرجع بقى تاني ندخل على او يعني نرجع نعمل الديمو، وهحاول اركز على الحاجات اللي حضراتكم سالتوا عليها، وبرده لو في اي حد عنده اي سؤال في النص يا ريت يكتب لنا على الكيو اند اي، او حتى في يعني بلاش في الشات، الكيو اند اي بيبقى اسهل علشان نرد على كل الاسئله في الاخر او اثناء ما احنا بنتكلم. طيب انا حابب برده اكمل على نقطه حضرتك دكتوره شيماء. اتفضل. انا صوتي واضح عند حضراتكم؟ واضح. تمام. طيب بالنسبه لقصه الاكسس، خلونا نميز بس ما بين حاجتين زي ما دكتوره شيماء قالت، ما بين الحساب اللي انا بقدر اعمله على بنك المعرفه، وده بيديني حق الدخول على السوليوشنز او الاجزاء اللي بتتطلب اشتراك على Elsevier، سواء كنا بنتكلم على ساينس دايركت او بنتكلم على سكوبس. فده الشق الاولاني من الموضوع. طيب انا حساب بنك المعرفه بالاساس بيشتغل على موقع بنك المعرفه فقط. بنك المعرفة المصري كموقع أنا ما أقدرش أفتحه من خارج أراضي جمهورية مصر العربية. فدي نقطة مهمة جدا بالنسبة لده. طيب في وسيلة دخول، سواء أنا عايز أستخدم حسابي على بنك المعرفة، أنا ممكن أخش على ekb.eg وأخش أدور في المصادر أو في السورسز على Elsevier أو سايفال، وأخش على السولوشن على طول مباشرة. طيب كبديل عن ده، ممكن برضو إن أنا استخدم حساب بنك المعرفه ان انا اروح لساينس دايركت ولا سكوبس او سايفال، واروح اقول لهم ان انا عايز اعمل لوج ان فيا انستتيوشن، انا هخش بالاكونت بتاع المؤسسه اللي انا تابع ليها، وكلنا في مصر تابعين لمؤسسه بنك المعرفه المصري، فهخش اكتب اي كي بي ايجيبت، فمن جوه
سايفال او ساينس دايركت او سكوبس هيستدعي لي صفحه بنك المعرفه المصري اخش فيها باليوزر نيم والباسورد بتوع بنك المعرفه المصري. فده كده الاوبشن الثاني. فسواء انا بروح لاي كي بي دوت اي جي الاول او بروح لساينس دايركت او سكوبس او سايفال فانا اقدر استخدم الايميل والباسورد بتوع بنك المعرفه المصري من على موقع بنك المعرفه المصري اللي بيطلب مني ان انا اكون موجود في مصر. طيب في اوبشنز ثانيه ممكن اقدر استخدمها للوصول للمصادر اللي عندي، سواء كنا بنتكلم على سولوشنز الزبير ان انا اروح لسولوشن الزبير يا اما من الانترنت اللي انا تابع ليه انترنت الجامعه او المركز البحثي اللي انا تابع ليه. يبقى انا لو انا موجود في الجامعه متوصل بالانترنت انا اكتب scopus.com هيفتح معايا سكوبس على طول مباشره. او لو انا من البيت وممكن ان انا اخش على سكوبس او ساينس دايركت او سايفال بالايميل الجامعي اللي انا تابع ليه، فده مقبول برضو. الايميل يعني انا تابع، انا باحث مثلا شغال في جامعه من جامعات مصر ولنقل انها جامعه القاهره مثلا، انا عندي ايميل تابع لجامعه القاهره اللي هو في cu.edu.eg مثلا، فانا لو دخلت استخدمت حسابي على Elsevier مباشره يعني انا بعمل ساين ان جوه Elsevier نفسها بالايميل اللي اخره على سكوبس او ساينس دايركت او سايفال واستخدمت ايميل جامعي، فهو هيعرف على طول Elsevier هتتعرف على حضرتك انك تابع للمؤسسه دي وهيبقى لك حق الدخول على اشتراكات بنك المعرفه المصري. الحساب الايميل والباسورد اللي انا بستخدمهم على حاجات Elsevier مش لازم يعني هما حساب مستقل عن حساب حضرتك على بنك المعرفه المصري. اتمنى ده يكون وضح النقطه دي شويه، ولو حد من حضراتكم لسه عنده التباس شويه فاحنا اعتقد ان احنا ممكن نرجع تاني للنقطه دي ببيان عملي مع حضراتكم في اخر الوركشوب باذن الله. تمام، شكرا باشمهندس خالد. اتمنى يكون كده الاكسس او ازاي طريقه الدخول واضحه لحضراتكم والطرق المختلفه اللي ممكن توصلوا بيها للتولز. نرجع بقى تاني نتكلم، احنا قلنا هنبتدي ديمو عن ازاي هستخدم السكوبس، هنبتدي بسكوبس الاول. فانا شفت خلاص هدخل ازاي، انا خلاص دخلت من الاكونت بتاعي سواء داخل من بنك المعرفه او داخل من الانستتيوشنال ايميل بتاعي وعملت الاكونت الجديد على سكوبس واللي هستخدمه بعد كده في باقي التولز بتاعت Elsevier. اول ما هفتح سكوبس هيفتح لي الهوم بيج دي. هلاقي ايه؟ هلاقي سيرش هنا في سورسز وفي ليست، وبعد كده هلاقي البوكس الكبير اللي هو بتاع السيرش ده. خلينا الاول نعرف ايه هي سورسز. السيرش هو السيرش اللي احنا فيه، اللي احنا هنعمل سيرش عن اي حاجه هنشوفها دلوقتي. السورسز هي ايه؟ السورسز هي كل الجورنالز الاندكسد على سكوبس او كل السورسز الموجوده على سكوبس يعني. فلو انا محتاج اشوف جورنال موجود على سكوبس ولا لا، او عايز اشوف الفول ليست اوف جورنالز الموجوده على سكوبس، وهي يعني هتلاقوا رقم عدد كبير حوالي اكتر من 44,000 جورنال او حاجه. فهنفتح سورسز دي وهنشوف كل السورسز الموجوده. خلينا الاول نستخدم السيرش علشان انا دلوقتي محدد ان انا عندي بروجكت او عندي توبيك او خلاص يعني اشتغلت في ريسيرش وعايز ابتدي اكتب البيبر بتاعتي او المانوسكريبت بتاعي. فعايز الاول الاقي ريفرنسز او مصادر هستخدمها في كتابه البحث بتاعي. فهبتدي بالسيرش. فخلينا نشوف البوكس بتاع السيرش ده اصلا بيتيح لي ايه او بيوريني ايه. فهلاقي فيه كذا حاجه. انا ممكن اسيرش على دوكيمنت لو انا عايز ادور على بيبر، عايز ادور على ريفيو ارتكل، انا بدور على دوكيمنت، عايز حتى ادور على تشابتر او على تكست بوك او كونفرنس بروسيدنج، اي حاجه هي عباره عن بيبر او عن دوكيمنت هلاقيها هنا. عايز ادور على اوثر هختار اوثرز، عايز ادور على افيليشن على جامعه او على مكان بحثي واشوف الاوتبوت او الريسيرش اللي هم بينشروه، فهكتب افيليشن، هختار افيليشن واكتب اسم المكان البحثي او الجامعه في السيرش. طيب لو انا هسيرش على دوكيمنت هدور دلوقتي على بيبر او هكتب كي ووردز علشان يطلع لي البيبرز اللي بتتكلم عن الموضوع ده، فانا كمان اللي هختار هو هيدور لي في ايه. فانا ممكن اقول له مثلا دور لي في الارتكل في التايتل والابستراكت والكي ووردز. وعلشان كده لما هنيجي نتكلم على كتابه المانوسكريبت هتلاقونا على طول بناكد ان اختياري للتايتل والابستراكت والكي ووردز او طريقه كتابتي ليهم وازاي هم ريليفنت للتوبيك او للبحث بتاعي
ده من اهم الحاجات، لان هو ده الديفولت بتاع السيرش زي ما حضراتكم شايفين. فاي حد هيجي يدور في سكوبس، ويمكن ده بيحصل في اغلب السيرش انجنز اللي ممكن تكونوا بتستخدموها، بيدور لي على طول في التايتل والابستراكت والكي ووردز. فعشان كده دول من اهم الحاجات، وهنتكلم عن كده بالتفصيل بعد كده. انا كمان ممكن بقى اختار ان هو يدور لي في التايتل بس، في الابستراكت بس، في الكي ووردز بس، انا اللي هحدد له هو او انا محتاج ايه. فخلينا نبتدي على طول نعمل سيرش عن اي حاجه، عن اي توبيك معين او اي كي ووردز انا هختارها. فخليني مثلا اقول له خلينا نتكلم نشوف الموضوع بتاع الساعه دلوقتي كوفيد 19، وهقول له سيرش. اول ما عمل السيرش هلاقي زي ما حضراتكم شايفين كده بيطلع لي اول حاجه كام دوكيمنت ريزلتس طالعين لي. فهنا مثلا بيقول لي طلع لي 602 دوكيمنتس كلهم بيتكلموا عن كوفيد 19. وبرده لازم حضراتكم تبقوا عارفين انا حطيت لحضراتكم السلايدز دي في البرزنتيشن، بس انا كتبت كوفيد 19 ككلمه واحده، فمش ده كل الريسيرش مثلا اللي موجود عن الكورونا فيروس. في ناس ممكن تكتب كورونا فيروس، كوفيد 19، سورس كوف 2، ففي كيوردز كتير قوي. احنا ابتدينا بكيورد واحده منهم، وبعد كده هنشوف ممكن نعمل ايه تاني. بنزل بشوف ايه بقى الحاجات اللي طالعه لي، فهلاقي ناحيه اليمين اهو كل البيبرز اللي طلعت لي، وانا اللي بختار هرتبهم ازاي. ف مثلا هو هنا مرتبهم لي بالسيتيشنز، باكتر بيبرز واخده سيتيشنز. فهنا مثلا عندي اول بيبر محطوطه هي بيبر واخده 65 سيتيشن، وهكذا مرتبهم لي بالسيتيشنز. فانا ممكن اجي اقول له لا انا مش عايز السيتيشنز، انا عايز الاجدد. فدي اول حاجه. تاني حاجه انا ممكن من ناحيه الشمال، وحرك تاني لوحده، انا المره دي كتبت كوفيد 19 and كورونا فيروس. لو حضراتكم لاحظتوا هتشوفوا ان دلوقتي طلع لي 27 دوكيمنت بس مش 602. ودي الحاجه الثانيه اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، موجوده برضو عندكم في السلايدز، وهي فكره ان انا بحدد السيرش بتاعي او ببقى اكثر دقه في اختيار الكي ووردز بتاعتي. فانا بدل ما قلت له كوفيد 19 بس، هقول له لا انا عايز بيبر يكون مكتوب فيها كوفيد 19، يكون مكتوب فيها كورونا، ويكون مكتوب فيها فيروس. فانا كده حددت له قوي، انا عايز بيبر يكون فيها الثلاث كلمات دول مع بعض، ويكونوا مكتوبين في الابستراكت او في الكي ووردز او في التايتل. فهلاقي السيرش بقى ليميتد جدا، فطلع لي 27 دوكيمنت بس. طيب لو انا كنت عايز، لا انا ما كنتش عايز كده، انا كنت عايز يطلع لي البيبرز اللي فيها كلمه كوفيد 19 او البيبرز اللي فيها كلمه كورونا فيروس، هقول له بدل اند همسح دي واقول له اور. فاور دي هتخليه يدور على البيبرز اللي فيها الكلمه دي او اللي فيها الكلمه دي. طيب لو انا برده مش عايزه يدور على كورونا لوحدها وفيروس لوحدها، انا عايز كلمه كورونا فيروس على بعض ككلمه واحده، احطهم الاثنين بتوين كوتيشن ماركس اهو، فكده هيعتبر كورونا فيروس ككلمه على بعض. يبقى هو كده هيدور لي في البيبرز على كوفيد 19 او كورونا فيروس، اي كي وورد منهم تبقى موجوده في البيبر تظهر لي على طول في السيرش. اقول له بعد كده سيرش تاني، هلاقي العدد زاد جدا، وصل ل 1916. وده يوري حضراتكم قد ايه طريقه كتابتي للكي ووردز بيفرق. ف انا في الاول جربت اكتب كوفيد 19 بس طلع لي عدد، بعد كده كوفيد 19 اند كورونا فيروس طلع لي عدد تاني، وبعدين كوفيد 19 اور كورونا فيروس ككي وورد واحده طلع لي عدد اكتر. ف ده بيوري حضراتكم ازاي اقدر انا اتحكم في الكي ووردز اللي هكتبها، وازاي اختياري للكي ووردز مهم جدا عشان ابقى ليميتد اكتر، ويظهر لي فعلا البيبرز اللي انا اكون محتاجها، مش يظهر لي عدد كبير قوي من البيبرز وبعدين اتوه انا وسط الحاجات اللي هتكون ظاهره لي. طبعا الافضل كل ما كنت ادق كل ما ظهر لي عدد اقل من البيبرز، بس مش يعني مش اي عدد اقل طبعا، يعني العدد الاقل اللي فعلا ريليفنت او ريليتد للبحث بتاعي. فبالتالي انا مش هتوه وسط عدد كبير قوي من البيبرز، انا عندي عدد محدد هبتدي ابص عليه واشوف مين فيهم اللي انا فعلا محتاجه، ويبقى الموضوع سهل بالنسبه لي. طيب خلينا نرجع تاني. ف
فاحنا شفنا اهو دي البيبرز اللي ظهرها لي وشفنا مرتبها هو ازاي. هلاقي بقى ناحيه الشمال الريفايننج للسيرش، فلو انا مثلا ظهر عندي 1900 بيبر ولكن انا مش عايز كل ال 1900، انا عايز البحث يبقى ادق على كده، ادق من كده شويه، او احدد السيرش بتاعي اكتر من كده شويه. فممكن اعمل ايه؟ ممكن بقى اختار كذا حاجه. ممكن مثلا اقول له احدد باليرز، فانا ممكن اقول له طلع لي البيبرز المنشوره في اخر 5 سنين بس. لو في ناس احيانا بتبقى محتاجه تستخدم ابحاث منشوره قريب او ابحاث منشوره في اخر كام سنه، ويمكن ممكن ده يكون مش واضح قوي لان طبعا اغلب اكتر من 3 ارباع البيبرز 2020، بس في توبكس ثانيه هتلاقوا فيه من سنين كتير قوي، فانا هقول له لا طلع لي اخر 5 سنين. ممكن اختار اوثر معين باسمه، ممكن اختار سبجكت اريا معينه. فمثلا الموضوع ده هيبقى واضح هنا جدا لان الكوفيد 19 دلوقتي هو هوت توبك، فكل الناس بتدور عليه او كل الناس بتنشر ابحاث بتتكلم عن الكوفيد 19. فهتلاقوا في ابحاث في الميديسن، في حاجات في الجيناتكس والبايوكيمستري، في مايكروبيولوجي، في سوشيال ساينسز، في ابحاث في السوشيال ساينسز بتتكلم عن الكوفيد 19، في انجينيرنج، في كمبيوتر ساينس، في اجريكلتشر، ففي حاجات كتير قوي. فانا طب انا بشتغل في ايه؟ فلو انا مثلا الفيلد بتاعي انجينيرنج، هقول له لا اطلع لي البيبرز اللي بتتكلم بس عن الانجينيرنج وبتناقش الكوفيد 19. فانا كده لما هلمت السيرش هيطلع لي 96 بيبر بس، وانا ممكن على فكره افتحهم من هنا، وهم دول اللي هيبقوا فعلا ريليفنت للمجال بتاعي، او دول اللي فعلا بيناقشوا التوبيك من الكونسبت او من الفيو اوف انجينيرنج، فهيبقى قريب شويه للي انا بعمله. فدي حاجه من الحاجات. ممكن انزل كمان واحدد له، اقول له اختار لي طلع لي الريسيرش ارتكلز بس او الريفيوز بس. فلو انا بدور على ريفيو مهمه او ريفيو كويسه في الموضوع عشان ابتدي الاول اخد فكره عامه عن التوبيك قبل ما اكتب فيه، فممكن اقول له طلع لي ريفيوز بس. طب لا انا بدور على ريسيرش بيبرز عشان اخد منها داتا، اشوف هم وصلوا لايه، ايه الحاجات الجديده المنشوره وهكذا، هقول له لا اختار لي ريسيرش بيبرز بس. فكل دي حاجات انا ممكن اريفاين السيرش بتاعي منها. في حاجه كمان اتكلمنا عنها المره اللي فاتت يمكن اكتر، وهي الكيوردز. الكيوردز دي من الحاجات الحلوه قوي، هيوريك او انا دلوقتي كتبت له كوفيد 19، انا عايز اعرف ايه اكتر كيوردز بتتكرر في البيبرز اللي بتتكلم عن الكوفيد 19، فهقول له فيو، وبعد كده لما افتحهم هشوف بقى ايه اكتر كيوردز موجوده. فانا ممكن اصلا ادور، يعني لو هي مناسبه ليا ممكن ادور بالكيوردز دي ويظهر لي عدد تاني من البيبرز. فمثلا ادي اهو كوفيد 19، هلاقي كلمه بانديميك متكرره كتير قوي، هلاقي فيروس نيومونيا دي متكرره كتير، يعني هلاقي في كلمات معينه كده بتتكرر كتير قوي ككيورد، فمعنى كده انها كلمه مهمه او كيورد مهمه في التوبيك ده. فلو جيت هنا قلت له ليميت 2 اهو طلع لي ال 96 دوكيمنت اللي هم في الانجينيرنج، ودول يعني فيهم نفس الكيوردز اللي انا اخترتهم ولكن السبجكت اريا بتاعتهم انجينيرنج فقط. اخر حاجه للناس اللي لو في حد من حضراتكم بيعمل بيشتغل بالعربي او الريسيرش بتاعه بالعربي، فانا عندي كمان حاجه تحت اللي هي ان انا بختار اللانجوج، فسكوبس هلاقي عليه هو database of abstracts، فلاقي عليه abstracts لكل البيبرز الموجوده او المنشوره في جورنالز اندكسد على سكوبس، ولكن هتبقى كلها بالانجلش. لكن البيبرز او مش كل الجورنالز اللي على سكوبس بتبقى بتنشر اصلا بالانجلش، في جورنالز بلغات مختلفه كتير، لكن شرط الابستراكت بتاعها يكون بالانجلش. فلو انا مثلا بعمل ريسيرش بالعربي، فانا ممكن انزل تحت اختار اللانجوج بتاعتي عربي، او اختار اي لانجوج ثانيه لو انا بشتغل باي لغه ثانيه، فهلاقي الابستراكت هو اللي بالانجلش، ولكن لما هاجي افتح البيبر نفسها هلاقي البيبر باللانجوج او باللغه اللي انا اخترتها. فدي حاجه لو حد مش بيشتغل بالانجلش. طيب انا دلوقتي حددت السيرش بتاعي، ويبقى عندي ليست من 96 بيبر، وهم دول فعلا اللي انا هستخدمهم او اللي انا هحتاجهم في البحث بتاعي. هل انا هقرا ال 96 دوكيمنت دول النهارده؟ اكيد لا، يعني انا هبتدي مثلا هقرا كل يوم
6 بيبر 10 بيبرز 20 بيبر حتى 50 بيبر، المهم انا مش هقدر اخلصهم كلهم في نفس اليوم، بالذات كمان للي هيختار او للي هيحدد ليست كبيره ويبتدي يبص على ليست كبيره ويختار منها. ففي الحاله دي هعمل ايه؟ هل انا هاجي تاني يوم او هاجي كل يوم وابتدي اكتب نفس الكيوردز واقعد احدد في السيرش وكل الكلام اللي احنا عملناه ده؟ اكيد لا. هنا بقى بيجي دور ليست اللي احنا شفناها في الاول. فانا عندي خلاص الليست دي انا مستقر عليها وعايزه استخدمها، فهقول له سيف، هيبتدي هو يقول لي اكتب اسم الليست وبعدين هيحفظها لي في ليست اللي هي فوق دي. هاجي تاني يوم افتح ليست على طول هلاقي الليست بتاعتي وابتدي افتحها واشوف انا وقفت لحد فين واكمل من اول ما وقفت اخر مره. ده كان ليست. طيب لو انا دلوقتي هقعد اقرا في ال 96 بيبر دي شهرين مثلا على ما اخلصهم وابتدي ارتبهم كريفرنسز واكتب المانوسكريبت بتاعي واعمل سبميشن وكل الكلام ده، طيب ما ممكن احنا دلوقتي احنا قلنا الكوفيد 19 ده هوت توبيك وبينزل بيتنشر في يعني في 2020 لوحدها منشور في 1500 بيبر مثلا، ما انا اكيد في الشهرين دول هيتنشر ابحاث كتير جدا، فممكن حاجه تفوتني او ما بقاش ابديتد او حاجات جديده تنزل انا ما شفتهاش، ما انا خلاص بدخل كل يوم على الليست بتاعتي، فاعمل ايه في الموضوع ده؟ هنا بقى هيجي دور الست اليرت، ودي من الحاجات المهمه جدا جدا انكم تستخدموها، هي فعلا اللي هتخليك على طول اب تو ديت في الفيلد اللي شغال فيه. فانا هقول له هنا ست اليرت، فمن ست اليرت دي هو هيخليني اختار احط له الايميل بتاعي اللي هيبعت لي عليه، وهقول له يبعت لي كل قد ايه. فمثلا انا هقول له ابعت لي كل اسبوع لو في اي بيبر اتنشرت بينطبق عليها نفس الشروط او نفس فيها نفس الكيوردز اللي انا كتبتها لك دي ابعت لي ايميل. فيجي هو بعد اسبوع يبعت لي ايميل يقول لي خلي بالك في بيبر زي البيبرز المهمه بالنسبه لك اتنشرت فخد بالك علشان تشوفها. فاروح انا على طول ابص على البيبر واشوف هي فعلا مهمه عندي ولا لا وانا محتاجه استخدمها ولا لا. فبالطريقه دي طبعا بقى الموضوع اسهل، بدل ما انا كل اسبوع انا اللي ادور تاني بنفسي، لا بقى خلاص انا حددت له الفيلد او الكيوردز المهمه اللي انا هستخدمها في البحث بتاعي، او يعني هي دي اللي انا محتاج الريفرنس بتاعتي تبقى بتتكلم عنها، وهو اللي هيبعت لي. انا بقى اللي هقول له كل اسبوع كل شهر انا اللي هحدد له، وهو هيبعت لي يقول لي خلي بالك في حاجات جديده اتنشرت انت محتاج تقراها. هو مش عايز يفتح، مش عارفه النت مش احسن حاجه، بعتذر لحضراتكم جدا. هو تقريبا عندي مشكله في الكونكشن، بس ان شاء الله يشتغل معانا تمام. طيب احنا رجعنا اهو للليست الكبيره اللي كنا بادئين بيها، احاول كده تاني في سيت اليرت. هو اهو ده سيت اليرت، فانا هحدد له اسم الاليرت، ولو في اي حاجه تانية عايز ازودها في الكيوردز هزودها، هقول له هحط له الايميل واقول له يبعت لي كل قد ايه واقول له سيت اليرت بس. خلاص كده هو بقى هيبعت لي كل ما حاجه جديده تتنشر. ده كان يمكن من اهم الحاجات. ممكن نرجع تاني نعمل سيرش بكيوردز مختلفه. فخلينا مثلا نعمل سيرش عن اي توبيك في السوشيال ساينسز مثلا، او اي توبيك في بزنس او حاجه. فممكن نعمل entrepreneurship and economic growth مكتوبه اهي. فانا دلوقتي هدور على البيبرز اللي بتتكلم على entrepreneurship ويكون برضو بتناقش الايكونوميك جروث، فانا بحدد له شويه السيرش بتاعي واشوف هو يطلع لي ايه. فبرضو مره ثانيه ظهر لي 2100 دوكيمنت، الدوكيمنتس اهي قدامي، هقدر احدد السيرش بتاعي من هنا. ويمكن هنا اهو اوضح شويه موضوع السنين، فلو انا مهم بالنسبه لي ان انا بستخدم ريسنت بيبرز او بيبرز منشوره في فترات قريبه هحدد له عدد السنين اللي انا محتاجها. برضو لو جيت هنا ناحيه اليمين هقول له بدل ما ترتب لي بالهايست سايتيشن او بالهايست سايتد، زي هنا مثلا اول بيبر اهي في بيبر واخده 1300 citation، هقول له لا ارتب لي بالنيوز. وممكن ارتب بقى بالموست ريليفنت، او ممكن ارتب يعني في طرق كتيره، بس هما يمكن دول اكتر حاجتين، ان انا ارتب بالنيوز او ارتب
بالموست سايتد، بس برضو في ناس بتحب موضوع ريليفنس. فهو ظهر لي حاجات اصلا 21 اللي هو لسه يعني اكسبتد مثلا، بس لسه بريس او حاجه لسه مش ببلش. فمن هنا بقى هقدر اختار لو انا عايز البيبرز ريسنت، لا انا عايز البيبرز اللي هي الموست سايتد، عشان انا محتاج بيبرز تكون مهمه في الفيلد بتاعي بخليني في الموست سايتد وابص على اهم بيبرز في الموضوع. فلو انا مثلا هشتغل في توبيك زي ده اللي هو بتاع الانتربرينورشيب والايكونوميك جروث، وعندي بيبر زي دي واخده 1300 سايتيشن، فاكيد دي بيبر مهمه بالنسبه لي، فممكن ابص عليها. لو هي بيبر مهمه قوي وانا كتبت البحث بتاعي كامل وما استخدمتهاش، يعني بتهيالي دي من الحاجات المهمه ان انا احطها عندي. فدي كانت اول حاجه. فاحنا كده شفنا ازاي اصلا بدور وازاي بقدر اوصل للعدد المناسب من الدوكيومنتس او للطريقه المناسبه اللي هتطلع لي فعلا ريفرنسز very related للبحث بتاعي او للtopic بتاعي او للproject بتاعي، وابقى ضامن ان انا اسيف الليست ازاي وهستخدمها ازاي وهبقى updated في الحته دي ازاي، وبقى كده عندي ليست كامله. طب انا هاخد الليست دي اعمل بيها ايه غير ان انا طبعا هفتح هنا كل يوم وابص فيها؟ هنشوف بقى دلوقتي ايه تاني ممكن اعمل. اول حاجه احنا هنتكلم عن مندلي في الاخر، بس خليني اقول دي دلوقتي كده ونبقى برضو نعيدها تاني في الاخر. انا ممكن بكل سهولة، انا دلوقتي عندي 2000 دوكيمنت وانا محتاج ال 2000 دوكيمنت دول كلهم هستخدمهم كلهم عندي. طبعا يعني 2000 ده كتير، كان ممكن نعمل كده في لما كان عندنا ليست من 96 دوكيمنت، خلاص انا ال 96 كلهم هستخدمهم في البيبر بتاعتي، هقول له فعايز ابعتهم كلهم على اللايبرري بتاعتي اللي على مندلي، وزي ما قلنا مندلي هو اللي هيساعدني وانا بكتب الريفرنسز. فهل انا هقعد افتح كل بيبر منهم وبعدين ادخلها على مندلي لوحدها؟ لا، في بقى حاجه اسهل من كده بكتير. لو خلاص الليست دي انا مستقر عليها، هقول له سيلكت اول واقول له سيف تو مندلي، او حتى افتح السهم ده وهقول له اكسبورت تو مندلي، هيبعتهم على طول هو على اللايبرري بتاعتي المندلي لو انا عامل ساين ان، او حتى هيطلب مني اعمل ساين ان ويدخلهم على مندلي، وابقى انا كده بخطوه واحده بس، او يعني عملت اكسبورت مره واحده بس، دخلت 2000 دوكيمنت على اللايبرري بتاعتي وابتدي بقى استخدمهم زي ما انا عايز في البيبر، ومش محتاج اقعد كل واحده ابعتها على اللايبرري بتاعتي وهكذا. دي حاجه. تاني حاجه، في ناس احيانا تبقى عايزه تنزل اكسل شيت بكل البيبرز اللي هتستخدمها، يعني يبقى عارف هيحط انهي واحده فين، هيستخدم دي امتى وهكذا. في ناس احيانا بتحب كده، فانا برضو ممكن اعمل كده من هنا اللي هو اكسبورت سي اس في او اللي هو اكسل شيت ده، وهنا انا اللي هقول له يحط لي ايه. فانا مثلا هقول له انا محتاج الدوكيمنت تايتل، محتاج السنه، محتاج هي واخده كام سايتيشن. فانا مثلا هقول له هنا انا محتاج السنه، محتاج اسم الاوثر، محتاج الافليشن بتاعته او لا انا مش عايز الافليشن، محتاج الببلشر كان مين او مش عايز الببلشر وهكذا. انا اللي هحدد له يحط لي ايه، وهقول له اكسبورت، هينزل لي على طول اكسل شيت في كل الدوكيومنتس اللي انا اخترتها. فدول كده كانوا حاجتين من الحاجات المهمين لو حضراتكم تحبوا تستخدموها. الحاجه الاهم بقى واللي احنا بنتكلم عليها على طول هي انالايز سيرش ريزلتس. من اهم 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 الحاجات ان انا قبل ما ابتدي ادور على موضوع او حتى اكتب في موضوع، ان انا ابقى عارف فكره عنه، عارف مثلا الترند فيه عامل ازاي، ايه الجورنالز اللي بتنشر فيه، لو انا عندي من قبلها فكره كده ايه الجورنالز اللي ممكن تكون تنشر في التوبيك زي ده، ده ممكن يساعدني شويه وانا بكتب. لو انا لسه هبتدي ممكن اشوف ايه البلاد اللي بتشتغل هنا، اصلا الموضوع ترندي ولا مش ترندي، العالم عامه مهتم بالموضوع ولا لا وهكذا. فمن انالايز سيرش ريزلتس دي ممكن اطلع بحاجات كتير قوي. فاول حاجه انا بشوف الببليكيشن ترند او الببلشنج في الموضوع ده اصلا عامل ازاي، هل بيزيد بيقل، عامل ازاي. فهلاقي مثلا موضوع زي ده بيطلع لي اهو ناحيه الشمال تيبل في كل سنه 12 كام بيبر بتتكلم عن الموضوع ده، وهلاقي ناحيه اليمين في زي جراف بيوريني على مدار السنين الاوتبوت كان عامل ازاي. خلينا الاول نخليها لحد 2020 عشان طبعا 2021 دي مخليه الجراف يبان ان هو بينزل، او كمان ممكن اخليها 2019 لان 2020 لسه مش ما كملتش. هلاقي هو الجراف زي ما حضراتكم شايفين. فتوبك زي ده يعتبر من التوبكس الترندي جدا او اللي العالم مهتم بيها، لان اهو
الببلشنج بيزيد او عدد البيبرز اللي بتتكلم عن الموضوع بتزيد، وده معناه ان العالم مهتم بيها فبالتالي بينشر فيها، فبالتالي في فيوز. فانا لو هتكلم عن حاجه زي او لو هكتب في حاجه زي دي هيجي لي فيوز اكتر، هيجي لي سايتيشنز اكتر وهكذا. فده كان الجراف. انا ممكن بعد كده اشوف السورسز دوكيومنتس باي سورس، ودوكيومنتس باي سورس دي بيوريني اكتر الجورنالز بتنشر في نفس التوبيك ده. فانا مثلا عندي هنا ناحيه الشمال هلاقي اكتر جورنالز اتنشر فيها بيبرز بتتكلم عن الموضوع. فمثلا في جورنال اسمه سمول بزنس ايكونومكس اللي هو تقريبا ده لونه ازرق، وهلاقي ناحيه اليمين في الجراف جايب لي اكتر خمسه فيهم مثلا، او انا اللي هحدد له يعني حط لي كام واحد، وبيوريني كل واحد فيهم بينشر قد ايه. فمثلا يعني هنا يمكن واضحه شويه، جورنال زي اللي هو سمول بزنس ايكونومكس اللي هو لونه ازرق ده، ده اكتر جورنال فعلا ناشر في المجال، ولكن مؤخرا او في اخر 3 سنين مش هو اكتر جورنال بينشر، لان في جورنالز جديده زي اللي لونه احمر وزي الاحمر والاورنج دول اللي هم ده انتربرينورشيب والسستينابيليتي، دول الاثنين جورنالز لسه جديده ولكن بتنشر جديد كتير جدا في الموضوع، فيمكن دول يكونوا اهم بالنسبه لي. احيانا هتلاقوا في فيلدز، في مثلا جورنال كان بينشر كتير قوي من 10 سنين فهتلاقوه طالع كده، وبعد كده بقى له 10 سنين ابتدى يبطل خالص ينشر في الموضوع، فممكن يكون الجورنال غير السكوب بتاعه او اي حاجه، فمش ده الاهم بالنسبه لي دلوقتي. انا المهم بالنسبه لي يكون جورنال لسه بينشر في الموضوع. عامه احنا عندنا سيشن كامله هنتكلم فيها عن ازاي نختار الجورنال اللي هي السيشن الجايه ان شاء الله، بس دي كده هنت سريع يعني ازاي انالايز الريزلتس بتاعتي اللي طلعت لي من السيرش. ممكن كمان اشوف الدوكيومنتس باي اوثر، مين اكتر اوثرز بيشتغلوا في التوبيك ده، مين اكتر افليشنز او جامعات او اماكن بحثيه بتشتغل فيه، اكتر دوله. يمكن من الحاجات المهمه اللي قلنا عليها قبل كده هي الدوكيومنتس باي فاندنج سبونسر، لو انا لسه ببتدي ادور على موضوع او لسه هبتدي في التوبيك وبدور على فند فبعرف ايه هي الهيئات او الاورجانيزيشنز اللي بتمول توبكس من النوع ده وابتدي اتواصل معاه. ده كده كان ازاي اشوف السيرش ريزلتس او ازاي انلايز السيرش ريزلتس اللي طلعت لي واخد منها معلومات على قد ما اقدر. طيب انا كده خلاص شفت ازاي هريفاين الريزلتس، ازاي حددت السيرش بتاعي جدا، ازاي بقى عندي مجموعه من الريفرنسز هقدر استخدمها، ازاي قدرت احفظهم في ليست واعمل اليرت عشان ابقى ابديتد في الموضوع. عايز بقى ادخل على البيبرز واشوف هعرف اوصل لايه من البيبر. فلو انا من بره كده هشوف انا ممكن اعمل ايه. فلو انا مثلا بيبر زي دي منشوره في 2005 واخده سايتيشنز كتير، شكلها هبص على التايتل اهو جايب لي التايتل الاوثرز الجورنال السنه اللي اتنشرت فيها وهكذا. فانا ممكن من هنا اقول له فيو ابستراكت. انا طبعا وانا بحدد البيبر دي انا هستخدمها ولا مش هستخدمها ببص على التايتل بتاعها الاول وبعد كده ببص على الابستراكت. هبص ممكن ابص على الابستراكت من هنا وهلاقي كمان عندي حاجتين، عندي لينك سورس وعندي فيو ات ببلشر. فيو ات ببلشر دي هيبعتني على طول، احنا قلنا سكوبس داتا بيز عليها ابستراكتس فقط. فانا هنا حتى لو فتحت البيبر هندخل هنلاقي الابستراكت بس هو الموجود، ولكن الداتا بيز عليها ابستراكتس من كل الببلشرز الموجودين. طيب انا دلوقتي عايز الفول تكست، فانا ممكن من هنا على طول اقول له فيو ات ببلشر، هيبعتني هو على الببلشر بتاع البيبر، ولو انا عندي اكسس على الببلشر ده هقدر اشوف البيبر كفول تكست، لو مش عندي لا مش هقدر افتحها. فدي كده فيو ات ببلشر. خلينا ندخل نشوف البيبر دي. طيب اول ما بفتح البيبر بيظهر لي ايه؟ بيظهر لي عادي البيانات بتاعتها، الجورنال اللي اتنشرت فيه، السنه وهكذا، الاوثرز، الافليشن بتاعتهم، الابستراكت ظهر لي اهو، وبعدين هلاقي بقى حاجات كتير جدا هنا ماتريكس ومعلومات ثانيه عن البيبر وهكذا. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشوف بعد ما فتحت البيبر وقريت الابستراكت، عايز دلوقتي اشوف ازاي اقدر اقيم البيبر واعرف انا هستخدمها ولا لا. اكيد حضراتكم عارفين وللي مش عارف، من اهم الحاجات اللي بتساعدني وانا بكتب البيبر ان انا اقدر انشرها في مكان كويس او اقدر اعمل سبمشن لجورنال والبيبر تبقى اكسبتد، ان انا ابقى مستخدم ريفرنسز تبقى تراستد او تبقى كواليتي بتاعتها كويسه. كل ما كنت انا فعلا بستخدم ريفرنسز كواليتي بتاعتها كويسه او عاليه،
كل ما فرصتي في ان البيبر بتاعتي تبقى اكسبتد او في ان انا بعد كده يجي سايتيشنز كانت احسن. طيب اول حاجه انا عرفت منين ان البيبرز تراستد او الريفرنسز دي تراستد او كواليتي بتاعتها على الاقل كويسه؟ ان انا بدور جوه بلاتفورم عليه اصلا داتا او عليه سورسز كلها بير ريفيود او كلها تراستد زي ما بنقول. نقول تاني عشان احنا ما عرفناش سكوبس في الاول قوي. سكوبس زي ما عمالين نتكلم من الاول هي داتابيز عليها ابستراكت، هي داتابيز اوف ابستراكتس بس، ولكن من كل الببلشرز الموجودين كل الداتا الموجوده عليه بير ريفيود. يعني ايه بير ريفيود؟ يعني بتمر بعمليه البير ريفيو بروسيس اللي هو انا بعد ما بسبميت البيبر مش بتتنشر على طول، لا الاديتور بيبعتها لريفيورز اللي هم بيكونوا ريسيرشرز شغالين في نفس مجالي بيبتدوا يراجعوها ويدوا كومنتس بقى، سواء هيعدلوا حاجه في البيبر هيطلبوا حاجه زياده، وهم اللي بيدوا ريكومنديشنز او بيدوا زي ديسيشن البيبر اكسبتد ولا ريجكتد، ولكن في الاخر الاديتور هو اللي بيقرر. بس العمليه كلها على بعض بتساعد ان يزيد الريلايبيليتي او بتاعه الريسيرش او في زياده الكواليتي عامه بتاعه الريسيرش. فعشان كده انا وانا بدور على سكوبس انا متاكد دلوقتي ان البيبرز اللي بتطلع لي هي اصلا بيبرز ريلايبل او تراستد او اقدر ابقى واثق شويه في الكواليتي بتاعتها. طب انا مش عايز بس كده، انا عايز كمان ابقى مستخدم بيبرز الكواليتي بتاعتها اعلى من الافرج او اعلى من العادي في الفيلد اللي انا فيه، او على الاقل عايز استخدم، انا هحط مثلا 2 أو 3 ريفيو ارتكلز كريفرنسز، محتاج الريفيو ارتكلز دي تكون فعلا الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، او محتاج انا بقى اللي هبقى عارف انا محتاج ايه. ولكن زي ما قلنا وعلى طول بنقول كل ما كان الريفرنسز بتاعتي الكواليتي بتاعتها احسن كل ما كان فرصتي في ان انا ابلش في جورنال كي 1 او جورنال احسن كل ما كانت فرصتي اعلى. طب انا هعرف منين وهقيم ده على اساس ايه؟ وعشان كده هنشوف دلوقتي موضوع الماتريكس. فزي ما قلنا دي البيبر احنا فتحناها، هيظهر لي ايه بقى في البيبر؟ وانا بنزل كده هلاقي اول حاجه سايفال توبيك بروميننس، وسايفال توبيك بروميننس دي بيوريني العالم مهتم بالتوبيك ده قد ايه. فهنا البرسنتايل بتاعتها من هو من 96.5 برسنتايل للتوبيك اللي هو اللي احنا فيه الانتربرينور شيب ده، وده كده يعتبر من اعلى التوبكس اللي العالم مهتم بيها دلوقتي، يعني دي نسبه عاليه جدا. فدي حاجه بتعرفني كده فكره عن الموضوع، بيديني الاوثر كيوردز، الكيوردز اللي الاوثرز استخدموها في التوبيك عامل ازاي، وبيديني بقى معلومات تانية عن البيبر لو في فاندز او كده اخدوها، وبعد كده بيوريني كل الريفرنسز والمعلومات حضراتكم. الريفرنسز برضو انا ممكن استخدمها كلها كليست، اعملها سيف لمندلي او اعملها اكسبورت لاكسل شيت، لان احيانا بيبقى في مثلا ريفيو ارتكل مهمة جدا بالنسبة لي، فأنا محتاج كل الريفرنسز بتاعتها دي أستخدمها عندي أو أنزلها عندي، فممكن أعمل لهم سيلكشن من هنا وأبعتهم على طول على مندي. فدي حاجة. لو طلعت شوية فوق هلاقي ناحية اليمين في حاجتين مهمين قوي. أول حاجة هي related documents، ودي بتبقى papers شبه قوي البيبرز اللي أنا فاتحها أو شبه البيبر اللي أنا فاتحها، فدي حاجة بتبقى معمولة وهنشوفها تاني في ساينس دايركت، ولكن هي بتبقى معموله شويه بالماشين ليرنينج وكده، فبيبقى عارف في البيبر اللي انا فتحتها دي اغلب الريسيرشز اللي بيقروها بيبقوا عايزين يقروا ايه تاني او بيبقوا مهتمين بايه تاني، وبيبتدي يحدد لي ريليتد دوكيومنتس ليها واقدر ادخل عليها او ابص عليهم، يعني ممكن يبقى فيهم حاجات فعلا انا محتاجها. دي ريليتد دوكيومنتس. الحاجه الثانيه هي السايتد باي دوكيومنتس، اللي هي البيبرز اللي عملت سايتيشن لنفس البيبر اللي انا فتحها. فاحيانا مثلا انا ببقى بستخدم مثلا للناس اللي بتستخدم بيبرز بتتكلم عن ميثودولوجي مثلا او طريقه معينه في الشغل استخدموها، فساعات بيبقى البيبرز اللي عامله لها سايتيشن بتبقى معدله شويه في الميثود، وانا محتاجه اشوف ايه التعديلات اللي حصلت، فممكن ساعتها ابقى محتاج البيبرز اللي عامله سايتيشن. طبعا انا احيانا كتير قوي ببقى محتاج البيبرز اللي عامله سايتيشن، بس ده مثال يعني، فبجيبها برده من هنا واقدر افتحهم كلهم واخدهم عندي كليست وانزلهم وكل الكلام اللي اتكلمنا عليه.
نيجي بقى لاهم جزء وهي الماتريكس اللي عمالين نتكلم عليها من اول ما ابتدينا. دي الماتريكس بتاعت البيبر. فايه هي الماتريكس بتاعت البيبر وبستفيد منها ايه؟ فاول حاجه لو بصيت هتلاقوا مكتوب ان السايتيشنز على سكوبس 809. يعني ايه الكلام ده؟ ده يعني البيبر في 809 بيبرز موجودين على سكوبس عاملين لها سايتيشن. ونركز قوي في موضوع موجودين على سكوبس لان بيجي لي اسئله كتير جدا ليه مثلا السايتيشنز هنا مختلفه عن اي بلاتفورم تاني او عن مكان تاني او يعني ايه سايتيشنز على سكوبس وهكذا. فدي معناها ان يعني هو سكوبس بيعد السايتيشنز اللي جايه من بيبرز موجوده او اندكسد فعلا على سكوبس. فلو مثلا في بيبر عملت استشهاد او عملت سايتيشن للبيبر بتاعتنا دي ولكن مش موجود على سكوبس مش هتتحسب في ال 809 دول. فده كده عدد السايتيشنز اللي البيبر واخداها. طيب نسال سؤال، البيبر دي واخده 809 سايتيشن وانا نشرت بيبر في انا مثلا بشتغل في الجيناتكس ونشرت بيبر والبيبر بتاعتي خدت 50 سايتيشن بس، هل معنى كده ان البيبر بتاعتهم دي احسن من البيبر بتاعتي؟ فاجابه السؤال بتبقى طبعا لا. ليه؟ لان كل بيبر ليها فيلد مختلف. وهنا بقى كانت الفكره ان في فيلدز معينه بيبقى معروف انها بتاخد سايتيشنز عاليه قوي، في فيلدز ثانيه بيبقى المتوسط بتاعها اصلا قليل. فعشان كده ما اقدرش اقارن البيبرز على اساس عدد السايتيشنز اللي جاي لها بس. وعشان كده اتعمل الفيلد ويتد سايتيشن امباكت اللي هو تاني واحد ده. الفيلد ويتد سايتيشن امباكت ده ايه؟ ده بيقارن كل بيبر بالنسبه للفيلد بتاعها. فمثلا البيبر دي في الفيلد بتاعها او الفيلد اللي احنا فيه ده الافريج بتاع البيبرز اللي فيه انها تاخد عدد سايتيشن معين وبيبقى الرقم ده عباره عن واحد. وبعد كده البيبرز اللي هتاخد اعلى من الواحد هي كده اباف الافريج في الفيلد او اعلى من المتوسط في المجال ده، واللي هتاخد اقل من واحد هي كده اقل من المتوسط في المجال ده. فهنا مثلا البيبر بتاعتنا واخده فيلد ويتد سايتيشن امباكت 27 وحاجه، فده معناه انها اعلى من الافريج في الفيلد ب 27 مره تقريبا. وده يمكن من وده كده معناه انها بيبر متفوقه قوي بالنسبه للفيلد بتاعها. فدي طريقه ثانيه للتقييم. فاحنا شفنا عدد السايتيشنز، شفنا الفيلد ويتد سايتيشن امباكت، شفنا البيبر بالنسبه للفيلد بتاعها. وثالث حاجه هتلاقوها هي البلومكس ماتريكس. والبلومكس ماتريكس دي اللي هي عامله شبه النجمه دي، فيها كذا دايره وكل دايره كل ما كانت اكبر كل ما كان يعني البيبر مستواها احسن في النقطه دي. فهي دي بتقيم لي بقى حاجات ثانيه، يعني بتقيم لي مثلا السايتيشنز اللي بره سكوبس، اليوزج جالها كام فيو، جالها كام حد شاف الفول تكست وهكذا، كام حد اتكلم عنها على السوشيال ميديا. ودي اتعملت ليه؟ اتعملت لان احيانا او يعني في فيلدز معينه بتقعد فتره طويله قوي على ما يجي سايتيشنز للبيبر اصلا. زي مثلا اكيد الناس اللي بتشتغل سوشيال ساينسز، مش اي سوشيال ساينسز كمان، ممكن فلسفي والحاجات دي، في فيلدز معينه معروف انها بتاخد وقت او ما بيجيلهاش سايتيشنز كتير، ولكن بيبقى البيبر نفسها مهمه جدا فناس كتير قوي دخلت قريتها. فاليوزج ده مهم ان انا ابقى عارفه، الشير على السوشيال ميديا فيه مثلا لو في بيبر جديده نزلت والبيبر مكسره الدنيا ولكن لسه ما فيش حد لحق يعملها سايتيشن، لكن ناس كتير قوي بتتكلم عنها على السوشيال ميديا، فانا هقدر اعرف ده من هنا. فبقى عارف تقريبا البيبر دي هتبقى من البيبرز الكويسه لان ناس كتير كلها بتتكلم عنها، ناس كتير بتقراها، ناس بتنزلها وهكذا. فهي الفكره ان انا عندي طرق مختلفه لتقييم البيبر، وانا بقى اللي هقدر اقرر بيزد على كل الحاجات دي البيبر فعلا مهمه بالنسبه لي ولا مش مهمه. ده كده كان طريقه تقييمي للبيبر وايه اللي هعرفه من لما فتحت البيبر وكل ده. طيب دي كده كانت الماتريكس الموجوده على سكوبس، وشفنا ازاي هقيم البيبر وازاي هقول البيبر دي انا هستخدمها ولا مش هستخدمها. خلينا نقول فلو مثلا البيبر واخده، فتحت بيبر ثانيه لقيت الفيلد ويتد سايتيشن امباكت بتاعها كان 0.5. معنى 0.5 ايه؟ معناها انها اقل من الافريج في الفيلد، فيبقى كده البيبر بتاعتي اقل من الافريج. فلو انا لا انا مش عايزه استخدم بيبرز كده يبقى مش يبقى خلاص مش هستخدم البيبر. انا اللي هقرر بناء على تقييمي
او رؤيتي للماتريكس انا هستخدم ايه او مش هستخدم ايه. المره الجايه كمان واحنا بنتكلم عن سيلكتنج الجورنالز هنشوف الطرق بتاعه تقييم الجورنالز كمان. يعني انا قيمت البيبر, في كمان طرق تانية ان انا اقيم الجورنال نفسه, سواء بقى بقيمه عشان اشوف هنشوف فيه ولا لا او هستخدمه ولا لا. ف الفكره كلها ان الماتريكس دي من الحاجات المهمه قوي ان انا بعرف معناها ايه عشان هي اللي بتحدد لي همشي ازاي او هستخدم ايه او هنشر فين وكل الحاجات دي. اتمنى الحته دي تكون واضحه شويه لحضراتكم. برضو لو في اي حد عنده سؤال يكتب لي في الكيو اند اي وانا هحاول يعني هنجاوب دلوقتي او نجاوب في الاخر. بس اتمنى حته الماتريكس دي تكون واضحه لانها من الحاجات المهمه واللي على طول بنتسائل فيها. ده كده كان شفنا ازاي عملنا سيرشنج على literature وازاي عملت evaluation للبيبر من خلال الماتريكس بتاعت سكوبس. عايز بقى اشوف ازاي ابني اللايبرري بتاعتي وازاي الاقي الفول تكست. انا كده خلاص بقى عندي ليست كامله من البيبرز اللي هستخدمها, ولكن الليست دي كلها abstracts. انا عايز بقى اطلع الفول تكست او اشوف البيبرز الكاملة عشان ابتدي اطلع منها المعلومات اللي انا محتاجها. فاول خطوة من خطوات بناء اللايبرري او creating اللايبرري بتاعتي اللي هي زي ما شفنا من شوية ان انا بسيف البيبر على مندلي, سواء بقى هسيف البيبر على بيبر واحدة على طول او بقى عندي ليست وهبعت الليست كلها زي ما شفنا من شوية. فدي اول حاجة عشان بس يبقى اسهل بعد كده بالنسبة لي ان انا استخدم مندلي في ان انا افتح البيبرز دي. طيب خلينا بقى ده اهو لما استخدمت لينك او فيو ات ببلشر بعتني على طول للصفحه بتاعه البيبر او للبيبر نفسها على الببلشر بتاعها. ولو انا عندي اكسس هيفتح لي البيبر كلها, لو ما عنديش مش هيفتحها لي وهلاقيها بالابستراكت فقط زي ما شايفين كده. فدي حاجه. خلينا بقى دلوقتي نفتح ساينس دايركت. طيب انا دلوقتي فتحت ساينس دايركت مره ثانيه. الاكسس بتاعه نفس فكره الاكسس بتاع سكوبس, هدخل من خلال بنك المعرفه سورسز, هختار ساينس دايركت او هفتح ساينس دايركت على طول وهقول له تشيك اكسس واحط له الانستتيوشنال ايميل بتاعي, او حتى اقول له اي كي بي او بنك المعرفه وهو هيرجعني على بنك المعرفه, ومن بنك المعرفه ابتدي اعمل ساين ان وادخل ثاني على ساينس دايركت. مهم جدا جدا ان ساينس دايركت اول ما هستخدمه او اول ما هعمل عليه اكونت اكون داخل من بنك المعرفه او من انستتيوشنال ايميل وبعرف انه مديني اكسس, لان ساينس دايركت من غير اكسس او بايميل عادي من غير يعني مش ايميل جامعي ومش ايميل بنك المعرفه مش هيديني اي اوبشنز لان انا افتح بيبرز الا البيبرز اللي هي اوبن اكسس اصلا. فمهم قوي ان انا ساينس دايركت ابقى فاتحه يبقى عندي اكسس ليه علشان اقدر اشوف الفول تكست بتاع البيبرز ويظهر لي البيبرز كامله. هلاقي ايه على ساينس دايركت؟ فزي ما بنقول ساينس دايركت هو بلاتفورم بتاع اي سي في, فعليه كل البيبرز اللي ببلشد من خلال جورنالز موجوده في تبع اي سي في. بيبقى ايه الفرق بينه وبين سكوبس؟ ان سكوبس كان عليه ابستراكتس فقط, لكن ساينس دايركت عليه الفول تكست بتاع البيبرز. لكن سكوبس كان عليه داتا من كل الببلشرز, ساينس دايركت عليه اي سي في بس. فانا هنا هلاقي البيبرز بتاعت السفير اللي هلاقي لها الفول تكست بتاعها, برضو هلاقي عليه تكست بوكس مختلفه اللي هي برضو بتنشر من خلال السفير للناس اللي بتحب التكست بوكس. و اخر حاجه هتلاقوا زي ما ظهر قدام حضراتكم كده, اول ما بفتح بيظهر لي في انفورميشن سنتر مخصوص للابحاث اللي اتنشرت عن الكوفيد 19, لانه طبعا زي ما احنا عارفين هو الهوت توبك دلوقتي. فلو حد مهتم انه ينشر حاجه او يعمل بحث عن الكوفيد 19 هيقدر يدخل على الانفورميشن سنتر ده
ويحدد الفيلد بتاعه ويبتدي يختار البيبرز اللي هيشوفها. ده كده كان ساينس دايركت. لو نزلت شويه هلاقي او انا من فوق هلاقي في بوكسز للسيرش، فانا ممكن ادخل اسيرش بالكيوردز من هنا من الاول خالص زي ما عملت في السوبس على ليتريتشر، او ممكن انزل هلاقيه هو بيرشح لي على حسب الفيلدز المختلفه ايه بقى البيبرز البوبولار ارتكلز او اشهر حاجه اتنشرت في الفيلد ده والريسنت بابليكيشنز كمان. فخليني مثلا اقول له انا بشتغل في السوشيال ساينسز او بشتغل في اللايف ساينسز، انا هختار له اي مجال واقول له احنا مثلا كنا بنفتح في الايكونومكس، ايكونومكس مثلا وريني ايه اكتر بيبرز، ايه البيبرز المنشوره دلوقتي. او انا ممكن اختار حاجه من الحاجات اللي بره دي واشوف بيتكلموا عنها. او ممكن لو انا عندي ليست هنا على سكوبس او عندي بيبرز على سكوبس وانا عارف انها تبع اي سي بي، هاخد على طول كوبي من الليست بتاعتي او من البيبرز بتاعتي وادخل على طول احطها هنا وافتح البيبر على طول واشوف بتتكلم عن ايه. احنا خلينا في الاسهل دلوقتي، فخلينا نقول له مثلا انا هات لي لايف ساينسز وهشوف البوبولار ارتكلز واختار مثلا بيبر منهم. فدي بيبر اهي برضو بتتكلم عن السارس كوف 2. فهو بيفتح لي بيبر من البيبرز المنشوره على اي سي في او اللي موجوده على ساينس دايركت، وزي ما حضراتكم شايفين البيبر اتفتحت كامله. ليه؟ لان احنا فاتحين من اكونت عنده اكسس على ساينس دايركت، وعشان كده بناكد تاني على الحته دي ساينس دايركت بالذات ابقى داخل من اكونت يديني اكسس. بيظهر لي ايه بقى؟ زي ما حضراتكم شايفين كده البيبر اهو، ال الجورنال اسمه ايه، الـ يعني دي ده جورنال اسمه سيل، البيانات بتاعته بتاعت البيبر، التايتل، الاوثرز. في بيبرز بيبقى فيها هايلايتس اللي هي اهم حاجه اتحطت في البيبر، وبعد كده باقي البيبر بلاقيه تحت، بلاقي ناحيه الشمال الاوتلاين بتاع البيبر، وده بيسهل لي قوي الحركه جوه البيبر احسن من البي دي اف. انا هو لو عايزه داونلود بي دي اف هداونلود من هنا على طول، ولكن بيبقى اسهل بالنسبه لي اقرا البيبر على الاقل القرايه الفيرست ريدنج في البيبر يبقى من خلال الويب سايت نفسه لانه بيبقى اسهل لي. فانا مثلا انا مش عايزه ابص على كل ده، انا عايزه ابص على الريزلتس على طول، هقول له هات لي ريزلتس، هيفتح لي ريزلتس على طول وابتدي ابص عليها. طيب انا عايز الميثودز، فهنا اهو هات لي الميثودز وابتدي ابص على الميثودز بتاعتهم واشوف استخدموا ايه وعملوا ايه. فعشان كده اسهل قوي بالنسبه لي افتح البيبر لاول مره من هنا. الحاجه الثانيه المهمه قوي وانا بسكيم او بشوف البيبر من على الويب سايت هي الفيجرز. الفيجرز بتلاقوها على الويب سايت ب اتش دي ريزولوشن، بيبقى حلو قوي. يعني مثلا دي اهو فيجر من الفيجرز، فانا ممكن افتحه على طول ب اتش دي ريزولوشن وينزله لي، او افتح الفول ايمج نفسها بيبقى احسن من لو انا نزلت البي دي اف واشتغلت عليها واقعد بقى اقطع واعمل كات للفيجر وكده، ده بيبقى احسن بكتير، بيبقى شكله كمان كويس اهو. بعمل داونلود باتش دي ريزولوشن فبيبقى حلو جدا لو انا محتاجه استخدم الفيجر ده. احيانا كمان في بيبرز بتلاقوها حاطه فيديوز او سبلمنتري انفورميشن، والسبلمنتري مش هتلاقوها غير هنا، لان طبعا لما بنزل البي دي اف ما بلاقيش حاجه سبلمنتري. لو في فيديو مثلا، دول مش حاطين فيديو، بس احيانا في ناس بتحط فيديو، بتحط داتا سيت، كل ده هلاقيه هنا بس مش هلاقيه في البي دي اف طبعا. الفيديوز دي من الحاجات الحلوه قوي في ساينس دايركت. في بيبرز كتير دلوقتي بتتجه لانها تعمل ابستراكت فيديو، يعني فيديو بيشرح اصلا بيبر بتتكلم عن ايه، او حتى يشرحوا الميثود بتاعتهم في الفيديو، فبتبقى حلوه قوي بالذات للناس اللي بتشتغل في الساينس، يبقوا عارفين لو مثلا ميثود جديده ولا حاجه وشافوا لها فيديو بتبقى حاجه كويسه، او ان هو يشوف ابستراكت فيديو يعرف البيبر بتتكلم عن ايه من فيديو مثلا 5 دقائق او 3 دقائق بدل ما يقرا البيبر دي كلها. فطبعا دي من الحاجات الحلوه جدا وبتسهل علينا وقت كتير. فدي حاجه من الحاجات المهمه على ساينس دايركت. الحاجه الثانيه ان انا ناحيه اليمين هلاقي حاجه اسمها ريكومندد ارتكلز، وريكومندد ارتكلز دي من اهم الحاجات اللي موجوده على ساينس دايركت واللي هتساعدكم كتير قوي، لانها دي بقى فعلا معموله بالماشين ليرنينج.
بحيث ان هو يعرف انا دلوقتي فتحت البيبر دي قريتها وفتحت بيبر تاني قريتها وفتحت بيبر ثالثه، فانا يبتدي هو يانلايز كده ويشوف البيبرز اللي انا فتحتها دي يبقى كده انا محتاج اعرف ايه تاني، ويبتدي فعلا يحدد لي بيبرز فيري ريليفنت للفيلد بتاعي. فهلاقي هنا بيبرز انا كنت محتاج اطلع وادخل ادور عليها بالكيوردز ثانيه، فدي من الحاجات اللي بتوفر وقت كتير قوي على الريسيرشرز. وبصوا عليها اكيد هتلاقوا فيها حاجات محتاجينها. هتلاقوا بقى برضو الماتريكس موجوده تاني هنا، بس طبعا مش كلها. بلامكس ماتريكس موجوده، المنشنز موجوده، السيتيشنز موجوده، هتلاقوا البيبرز اللي عامله سيتيشن للبيبر دي موجوده اهو. ف يعني حلو قوي ان احنا نبتدي كده اول مره نبص على ساينس دايركت من او على البيبر يعني اللي في ساينس دايركت من هنا، عشان نقدر نوصل لكل الفيتشرز الحلوه دي. الحاجه الثانيه بقى اللي في ساينس دايركت ويمكن تكون مميزه شويه هي حاجه اسمها توبيك بيجز. انا هنا مش لاقيه توبيك بيجز، خلينا نبص عليها في بيبر ثاني. التوبيك بيجز دي هي ايه؟ هم لو ان انا مثلا بدخل اقرا البيبر لاول مره من على يعني وانا بشتغل على ساينس دايركت، عمال بقرا في البيبر، فريسيرشرز كتير قوي بيظهر قدامهم تيرمز او كلمات مش بيكونوا عارفينها او مش بتكون مشهوره قوي في الفيلد، فيبتدي يخرج من البيبر عايز يعرف الترم ده معناه ايه، فيبتدي يخرج يدور على الترم ده على جوجل مثلا. فاول حاجه هتظهر لي ايه؟ هيظهر لي مثلا ويكيبيديا. فانا فتحت فبقى عندي يعني عمال اقرا عن الترم من سورسز اللي هي ويكيبيديا، اللي هي اصلا انا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. وهدخل تاني، المهم يعني الموضوع بيبقى صعب شويه. فابتدوا يعملوا ايه؟ ابتدوا يحددوا الكلمات اللي ممكن او التيرمز اللي ممكن تبقى صعبه شويه على الريسيرشرز اللي بيشتغلوا في المجال ده، ويعملوها هايبر لينكد باللون الازرق او اللبني اللي احنا كنا شايفينه من شويه، بحيث ان انا لو انا بقرا على الويب سايت وبعدين لقيت تيرم او كلمه انا مش عارف معناها ايه، هقدر على طول اضغط عليها وتوديني على التوبيك بيج دي اللي هي هتديني معلومات عن الترم بتاعي. مش عارفين احنا كل ما نفتح حاجه يطلع منحاش ليه. خليني اوريكم حاجه كمان الاول بعد كده نشوف، هوريكم التوبيك بيجز كمان تجيبوها من فين. من الحاجات الحلوه بقى ان انا لما اعمل داونلود للبي دي اف انا كمان عندي يوزر فريندلي فيو كده ممكن يجي لي، ممكن ابتدي اقرا البيبر من هنا اصلا على طول قبل ما انزلها. فهيفتح لي البيبر، لحظه بس انا برضو عندي الانترنت مش احسن حاجه النهارده. اهو هيفتح لي البيبر، وبعدين اقدر على طول وانا بقراها مثلا الريفرنس ده لقيته بيتكلم عن حته مهمه بالنسبه لي عايز اشوف ده ايه، فتحته هيجي لي هنا على طول واقدر اشوفه واشوف الابستراكت بتاعه كمان، ولو محتاجه استخدمه اقدر استخدمه على طول. فمن الحاجات الكويسه يعني ان احنا ممكن نبص هنا كده على طول على بيبر او على طول بقى نعمل لها داونلود للابتوب ونشتغل عليها. ده كده كان اغلب الحاجات اللي هتلاقوها على ساينس دايركت. لو في اي حد عنده اي سؤال في الجزء بتاع ساينس دايركت برضو يكتب لي. انا شايفه اسئله كتير على سايفال وعلى البلامكس ماتريكس. احنا قلنا في الاخر ان شاء الله نحاول كده ندي فكره سريعه عن سايفال. البلامكس ماتريكس مره تانية اللي بيسال زي ما بنقول احنا يعني محطوط فيها حاجات مش يعني انا بقيم البيبر عن طريق حاجه تانية مش السيتيشنز. فمثلا بشوف الشير على السوشيال ميديا، بشوف المنشنز، بشوف اليوزج، كم حد دخل، كم حد عمل داونلود، كم حد قرا البيبر اصلا، كم حد دور يعني مش بس قرا الابستراكت ده راح دور على الفول تكست.
كل الحاجات دي ممكن تبقى مهمه بالنسبه لي او تديني فكره عن الموضوع عامل ازاي. دي حاجه. دي كده البلومكس ماتريكس. ماشي. في اسئله ثانيه بس هنحاول بقى نبص عليها في الاخر. والحاجه الثانيه اللي عايزه اوريها لحضراتكم هي ازاي لو انا مثلا دي بيبر فاتحها على ساينس دايركت وعايزه ادخلها على اللايبرري بتاعتي في مندلي على طول. احنا شفنا ازاي هنبعت البيبرز من وانا في سكوبس. طب لو انا عايزه ادخلها من وانا في ساينس دايركت، فلما هنبتدي في مندلي هتلاقوا في حاجه بننزلها اسمها مندلي ويب امبورتر. ومندلي ويب امبورتر دي بتيجي اللي هي شايفين اللي لونها احمر فوق في فوق على اليمين اللي هي دي. مجرد او يعني اول ما بعمل اكونت على مندلي وبنزل المندلي ويب امبورتر بتبتدي دي تظهر لي على طول، مش على ساينس دايركت بس ولكن على اي بلاتفورم انا هفتحه او طول ما انا شغال يعني. فانا مثلا البيبر دي مهمه بالنسبه لي فابتدي اضغط عليها اهو هيفتح لي الانفورميشن بتاعتها او يعني كريفرنس. وهلاقي كمان مش بس البيبر دي اللي موجوده، ده كل الريفرنسز اللي موجوده في الصفحه هنا ظهرت قدامي. انا هختار بقى البيبر، هي دي البيبر بتاعتنا اهو. وانا في اللايبرري بتاعتي محدد مثلا توبكس معينه او عامل فولدرز مختلفه، هحدد له اقول له حط لي في انهي فولدر او حط لي في انهي جروب وبعدين اقول له اد، هلاقي على طول البيبر اتبعتت لي اللايبرري بتاعتي على مندلي. ده كده كان ازاي بدخل البيبر على مندلي من وانا في ساينس دايركت. الخطوه اللي بعد كده هي ايه؟ هي ان انا عايز بقى دلوقتي ابقى بعمل شير للبيبرز او لللايبرري، بنظم الاول اللايبرري بتاعتي وتاني حاجه بعمل شير للدوكيومنتس اللي انا شغال بيها. علشان لو انا مثلا بشتغل مع تيم، احنا ثلاثه اربعه بنشتغل سوا، يبقى نقدر ابقى شايف زمايلي بيشتغلوا في ايه وهم يبقوا شايفين انا بعمل ايه. لو بنقرا بيبر بنعرف نقراها سوا وهكذا. خلينا نفتح مندلي دلوقتي. فانا هو من هنا هكتب له mendeley.com. وتاني للي ما حضرش معانا من الاول، مندلي مش محتاج لايسنس ولا اكسس. انا بفتح مندلي من على جوجل على طول واعمل اكونت جديد او اكريت اكونت، هو فري لاي حد، اي حد ممكن يدخل عليه ويعمل اكونت، مش محتاج اي لايسنس. الفرق بس هيبقى في الاستورج وفي عدد الجروبس اللي ممكن تعملوها. فلو لو عندنا اكونت على بنك المعرفه طبعا يفضل نعمل اكونت على مندلي بيه، لكن اللي مش عنده يقدر يدخل على مندلي وياخد الفول فيتشرز فور فري. لما بفتح مندلي ده شكل الصفحه اللي بتظهر لي، فدي عامله زي نيوز فيد كده او زي هوم بيج. فهي عامله كده لان مندلي مش بس ريفرنس مانجر، ده ريفرنس مانجر و اقدر كمان استخدمه كاكاديميك سوشيال نتورك. فانا ممكن اعمل فولو للريسيرشرز في المجال بتاعي وابتدي اشوف هم مثلا لو بيريكومندوا بيبرز معينه نشروا ايه عملوا ايه، كل ده من خلال مندلي. فيعني من الحاجات اللي ممكن تكون كويسه. الحاجات الثانيه يعني هتلاقوا بقى في فيتشرز كتير جدا، طبعا مش هنتكلم عنها كلها النهارده، بس خليني الاول اوريكم موضوع الداونلود ده لان هو ده يمكن اهم حاجه هتحتاجوها. من فوق خالص على اليمين اللي هو جنب الاكونت هتلاقوا فيه سهم جنب اسم الاكونت يعني، فهنقول له داونلود. وداونلود مندلي دي هتخليني داونلود ثلاث حاجات، والثلاث حاجات هنستخدمهم وبعد كده هنتكلم عنهم بالتفصيل واحنا بنعمل الريفرنسز والسيتيشنز، ولكن خلينا نبقى عارفينهم عشان نعرف نبني اللايبرري بتاعتنا اصلا. ففي اللي هو المندلي ديسكتوب وده هنستخدمه واحنا بنعمل السيتيشنز. سيتيشن بلجن ده برده احنا بنعمل السيتيشنز او الريفرنسز. والويب امبورتر ده اللي انا وريته لحضراتكم دلوقتي اللي هو لونه احمر الايكون الحمراء اللي فوق على اليمين دي مهمه قوي دلوقتي تنزلوها.
علشان وانا فاتح بيبر سواء على سكوبس او على ساينس دايركت او على اي بلاتفورم تاني اقدر على طول اضغط عليها وابعتها على طول على اللايبرري بتاعتي في مندي. فدي اول حاجه في الخطوات ان انا ببني اللايبرري بتاعتي. طيب ايه هي اللايبرري دي اصلا وعامله ازاي؟ فانا لو فتحت اللايبرري دلوقتي انا مش عارفه في ايه في النت. ده شكل اللايبرري بتاعتي. فبتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كل الريفرنسز اللي انا مدخلها عندي في اللايبرري. فانا ببني لايبرري كامله للريفرنسز اللي انا بحتاجها. انا بقى وانا ببني اللايبرري انا ببني الريفرنسز بتاعتي ببتدي اعمل فولدرز لكل حاجه انا بشتغل فيها. فانا اصلا بشتغل في 3 بروجكت، هعمل فولدر لكل بروجكت فيهم بحيث ان يبقى الموضوع منظم. انا كده باورجنايز اللايبرري عشان بعد كده ما توهش وانا بدور على الريفرنس دي مره ثانيه. واقدر بقى اقول له لا وريني البيبرز اللي منشور البيبرز اللي هي او الريفرنسز الخاصه بالبروجكت ده بس، لا الريفرنسز الخاصه بالبروجكت ده بس وهكذا. طيب انا مش عايز بس الريفرنسز، انا دلوقتي عايز اعمل شير للبيبرز بتاعتي او لجزء من اللايبرري او لبيبر معينه او لدوكيمنت حتى معين على جروب. فعايز مثلا اعمل جروب في الناس اللي بشتغل معاهم بس. فانا مثلا عندي هنا جروب بحط عليها الريفرنسز اللي انا عايزها. فانا عملت عايز اعمل نيو جروب للستيم بتاعي، فهقول له كرييت نيو جروب او برايفت جروب. في نوعين من الجروبس على مندلي، في جروبس بابليك اللي هي الجروبس اللي بتبقى للجامعات ولمواضيع معينه وكده، وفي جروبس برايفت اللي هي ما بيني وما بين التيم بتاعي مثلا. هقول له كرييت نيو جروب وهحط هدخل الناس اللي انا عايزهم عليه. انا مش عايزه تفتح قوي دلوقتي بس يعني هي سهله جدا. هعمل اسم للجروب، هدخل الاشخاص اللي انا عايزهم عليه، وطبعا لو هو برايفت جروب مفيش اي حد هيقدر يشوف الكونتنت غيرنا احنا اللي موجودين. وانا اللي هقول له اهو خليها برايفت و اسمها ايه ومين وايه السبلين بتاعها، وانا اللي هبعت للناس اللي انا محتاجهم. طيب لو انا بقى عايز احط بيبر عليها، فمثلا احنا هو فاتحين الجروب وفي بيبر معين على الجروب، انا دخلت عملت بوست للبيبر دي على الجروب، فاي شخص على الجروب هيقدر يشوف البيبر، نقدر كلنا نفتحها سواء من هنا او من اللايبرري زي ما احنا شفنا، ونقدر بقى نعمل كومنتس نشوف يعني مثلا محتاجين نعمل فيها ايه، وكل الكلام ده بيبقى سهل جدا بالذات للناس اللي بتشتغل في تيمز. خلينا نفتحها من هنا. فانا دلوقتي اهو فتحت اللايبرري بتاعتي، وبعدين فتحت الجروب اللي انا عامله انا وزمايلي، وبعدين فتحت بيبر من البيبرز اللي محطوطه. فأنا ممكن مثلا احط لهم بي دي اف او بيبر تكون مهمه بالنسبه لنا واحنا بنكتب. فانا هدخل دلوقتي افتح البيبر من جوه مندلي وابتدي اعمل انوتيشن او اعمل هايلايتنج لحاجات معينه. فمثلا اهو عايز مثلا اقول لهم خلوا بالكم الجزء ده مهم، مش عارفه الانترنت ماله النهارده. عايز مثلا مش موافق خالص على اللي احنا بنعمله تقريبا. الموضوع ده بيبقى مهم قوي في حاجتين. زي ما قلنا لو احنا بنشتغل في تيم، فان احنا البيبرز المهمه، لو مثلا في من حضراتكم اساتذتنا الكبار اللي عايز يحط بيبرز للطلبه بتوعه مثلا يقروها او يبقى يقول لهم خلوا بالكم دي مهمه او كده، فدي هتبقى حلوه جدا هنا. يقدروا يشوفوا الكومنتس بتاعته بسهوله، الاجزاء اللي هو عامل لها هايلايتنج بسهوله وكل ده.
الحاجه الثانيه لو احنا اصلا بنكتب في بيبر مع بعض بتبقى من المشاكل الاساسيه اللي بتقابلنا ان انا ادخل الريفرنسز على بعض ازاي. احنا الاثنين بنكتب في دوكيمنت واحد وانا بكتب ريفرنسز عندي وزميلتي مثلا تكتب ريفرنسز عندها فهنعمل كده ازاي. ففكره ان الدوكيمنت او الوورد فايل نفسه يبقى موجود على مندلي فانا دلوقتي بحط الريفرنسز بتاعتي بتبقى ظاهره عند زميلي اللي في الجروب فلو هو كمان بيحط ريفرنسز كده هيبقى فيه دمج للريفرنسز دي او هيبقى موضوع الكتابه او انا كمان غير بقى ان انا هبقى شايف هو بيكتب ايه وانا بكتب ايه الموضوع بيبقى اسهل بكتير للناس اللي بتشتغل في تيمز. انا بحاول اوريكم البيبر على الجروب عامله ازاي بس يعني النت مش مساعدنا خالص. بس هل الموضوع ده واضح يعني للناس لو حد ياكد لي ولا في سؤال او في حاجه معينه عايزين تعرفوها؟ احنا يعني في حد بيسالني على سيشن لمندلي بالتفصيل. احنا هنتكلم عن مندلي مره ثانيه واحنا بنعمل ال list of bibliography وال citations في البيبر في المانوسكريبت في الوقت في السيشن اللي هنتكلم فيها عن كتابه المانوسكريبت. المره دي احنا بس بنشوف ازاي بنبني اللايبرري. في مرات بنعمل سيشنز منفصله كامله عن مندلي برضو بتبقى بالتفصيل ف يعني بنعملها كتير مش وهنكررها تاني برضو ان شاء الله. ادي البيبر فتحت اهو. فانا مثلا اخترت الجزء ده. دي بيبر انا حطيتها لهم على الجروب علشان اقول لهم مثلا خلوا بالكم الحته دي مهمه فاعمل هايلايت اهو. او احط مثلا ستيكي نوت واقول لهم مثلا امبورتنت او خلوا بالكم. فكده اي حد معانا على الجروب شاف البيبر شاف ان انا كتبت لهم كومنت هنا الحته دي مهمه او شاف ان انا عملت هايلايتنج للحته دي مثلا فبسهوله جدا نقدر نتواصل مع بعض ونبقى عارفين ايه الاجزاء. مثلا ممكن اعمل لهم هايلايتنج هنا واقول لهم الحته دي مثلا اكتبوا فيها هنكتبها في الانترودكشن. فلو احنا بنكتب سوا وهناخد بن اكستراكت انفورميشن من البيبرز هقدر على طول ابقى عارف ايه الحاجات المهمه وهكذا. دي بس طريقه من الطرق اللي احنا بنشير بيها الدوكيومنتس بتاعتنا او بنشير الداتا بطريقه سهله شويه. طبعا انا ممكن برضو مش بس ادخل بي دي اف ولكن ممكن ادخل وورد فايل ونقدر نزود يعني ابقى شايف مين لو انا كتبت حاجه زياده او حطيت ريفرنس او كده فكل الحاجات دي بتبقى سهله. ولو انا برضو عايز عندي بيبرز وعايز ابعتها لحد عشان يحطها في الريفرنسز عنده ممكن اشير البيبرز نفسها من خلال الجروب. فالجروبس اللي على مندلي دي بتسهل الموضوع جدا بالنسبه للناس اللي بتشتغل في الريسيرش. يمكن ده كده كان اخر حاجه النهارده عندنا. احنا كده اتكلمنا عن ازاي هدور على ليتريتشر ايه الليتريتشر المتاح بالنسبه لي ازاي هبلد لايبرري اوف ريفرنسز اقدر استخدمها بعد كده وازاي انظم اللايبرري دي ازاي اعمل فولدرز ازاي اعمل جروبس. خليني برضو اوري لحضراتكم حاجه اخيره قبل ما نخلص الموضوع ده وهي مندلي ديسكتوب. احنا شفنا ازاي هننزل مندلي ديسكتوب ولكن خليني اوريكم برضو ازاي من اورجنايز اللايبرري من وانا في مندلي ديسكتوب. كده المفروض ظهر قدام حضراتكم مندلي ديسكتوب اللي احنا شفنا نزلناها ازاي في الاول من داونلود مندلي. ف يعني هي نفس الفكره بس دي انا ممكن افتحها وانا اوف لاين مش محتاجه ابقى كونكتد للانترنت خالص. هقدر من هنا اهو ادخل اعمل اد لدوكيمنت اهو مثلا هدور على اي بيبر عندي واحطها وهو يسحب الانفورميشن بتاعتها. هعمل فولدر جديد اكريت فولدر للبروجكت الجديد عندي اقدر اكريت جروب اهو او حتى لو انا عندي
لو انا عندي دوكيمنت معين وعايزه احطه في الجروب اقدر اسحبه، يعني مثلا دي البيبر دي انا عايزه احطها في الجروب بتاعتي اقدر على طول اسحبها واحطها في الجروب. فانا مثلا اهو انا عندي اهو جروب، فهاخد البيبر دي واحطها هنا في الجروب عشان اقول لهم البيبر دي مهمه خلوا بالكم منها. او ممكن بقى افتح الجروب واعمل اد لفايل واختار الوورد فايل اللي انا شغال فيه مثلا، اختار بقى اي وورد فايل واحطه ونبتدي نكتب فيه وهكذا. فده كده كان كل حاجة تقريبا في محتاجينها النهاردة في سكوبس، في ساينس دايركت، في مندلي. خلينا نرجع كده مرة تانية للبرزنتيشن بتاعتنا. برضو زي ما قلت لحضراتكم السيشن كده كده ريكوردد وهتشوفوا، هوريكم دلوقتي الشانل بتاعتنا بتبقى فين. اهو ده شكل الفيديوز اللي موجوده على ساينس دايركت زي ما قلت لحضراتكم. ده البي دي اف، ده شكل التوبيك بيجز احنا ما عرفناش نفتحها، لكن هي بتبقى موجوده بالشكل ده بالظبط. البيبر فيها كلمات او ديفينيشنز او تيرمز معينه معموله هايبر لينك بالازرق، هدوس انا عليها على طول هيظهر لي البيج دي اللي هي التوبيك بيج، بيديني ديفينيشن صغير عنها وريليتد تيرمز ليها، وبعد كده معلومات عنها من مصادر سواء تكست بوكس او بيبرز او ريفيوز، بتبقى مترتبه بترتيب الاهميه. فبيبقى حلو قوي ان انا باخد المعلومات بتاعتي من سورسز كلها تراست. من الحاجات برضو المهمة في ساينس دايركت زي ما شوفنا في سكوبس ان انا ممكن اعمل alert سواء على بقى journal او على keywords معينة، يعني اغلب الجورنالز بتلاقوا عليها set alert، لو journal مهم قوي في المجال بتاعي ممكن اعمله set alert ويبعت لي برضو ايميل كل اسبوع او كل شهر على لو في حاجات نشرت جديدة او هكذا. احنا كده خلصنا. ده كده كان سؤال سريع لو حضراتكم بس تجاوبوا معانا حتى في الشات. مين دي ليست اوف جورنالز والسايت سكور بتاعها، مين في الجورنالز دي تفتكروا يبقى افضل جورنال؟ يعني انا استنى دقيقه كده اشوف اجابات حضراتكم على الشات. دي ليست فيها جورنالز مختلفة وكل جورنال سايت سكور بتاعه كام، عايزين كده نقيم ونشوف مين في دول أفضل جورنال. ماشي الإجابات ابتدت تجيلي بس لسه أشوف باقي الناس. طيب حلو قوي حلو قوي، جاي لنا اهو اجابات كتير. ناس كتير اختارت نيتشر جيناتكس علشان السايت سكور 20.8، لكن ناس كتير برضو بعتت لنا ودي الاجابه الصح انه ملوش علاقه. احنا عمالين نتكلم من الاول انه السايت سكور ده اللي بيقيس كل جورنال لوحده، لكن لو بصينا هنشوف هنلاقي ان الجورنالز ملهاش علاقه ببعض، كل جورنال بيتكلم في مجال لوحده. فالاصح ان احنا كنا نشوف برضو حاجه زي الفيلد ويتد سايتيشن امباكت الجورنالز، ودي اللي هنشوفها ان شاء الله المره الجايه. انا بس كنت بشوف كده معلومات حضراتكم عامله ازاي او برضو استفدنا ايه كده النهارده بسرعه، ولكن احنا هنشوف ده بالتفصيل برضو المره الجايه ان شاء الله. الاجابه الصح انه ما ينفعش نقارن ما بينهم لان كل حاجه ليها الفيلد بتاعها، فالاصح ان انا اقارن كل حاجه فيهم بالفيلد اللي هي فيه.
احنا كده خلصنا. خلينا نشوف الاسئله، لو في اي حد عنده سؤال يكتب لنا في الكيو اند اي. السيشن المره الجايه هتبقى يوم الاربعاء الجاي الساعه 6. اسئله تاني عن سايفال؟ طيب احنا هنحاول دلوقتي ندخل على سايفال كده بسرعه. ثانيه ابص على باقي الاسئله. في حد بيسال على هل ينفع انزل مندلي وانا بشتغل على اند نوت؟ ايوه ينفع، هنزل مندلي، ولو وفي كمان اوبشن في مندلي ان انا اعمل امبورت للديتا اللي على اند نوت على مندلي، فلو انا مرتاح اكتر في التعامل مع مندلي ممكن اعمل امبورت لكل الريفرنسز اللي كانت عندي على الاند نوت وادخلها كلها على اللايبرري بتاعتي في مندلي واقدر استخدمهم بعد كده بسهوله. ف دي من الاوبشنز المتاحه. دكتوره شيماء هنا دقيقه معلش. بس استخدام مالتيبل ريفرنس مانجرز، وجود اكتر من ريفرنس مانجر عندي على الكمبيوتر شيء ما فيهوش اي مشكله خالص. زي ما مندلي شغال معايا الديسكتوب فيرجن اللي هو برنامج انا بقدر اعمل له كرييشن، بعمل له سيت اب على الكمبيوتر عندي او انستليشن على الكمبيوتر، في المندلي ريفرنس مانجر اللي هو بيشتغل اونلاين بيزد في اونلاين انفايرمنت بالكامل. فده نقطه. النقطه الثانيه ان وجود اكتر من سوفت وير ما فيهوش ادنى مشكله كريفرنس مانجر، سواء كنت بستخدمه على الكمبيوتر او موجودين اونلاين. هاويفر وانا بكتب الدوكيمنت وجود اكتر من ريفرنس مانجر مستخدم في نفس الدوكيمنت في نفس الوقت هيخلق مشاكل في الاغلب، لانه كل ريفرنس مانجر بيكتب كود جوه الوورد، او يعني بيديك مات جوه فايل الوورد ان يرتبط مكان الريفرنس الانتكست سايتيشن بالاسم الريفرنس تحت بشكل مختلف عن التاني، فمش هيطلعوا في ليست اوف ريفرنسز موحده كلهم مع بعض. لا عادي، انا لو بشتغل على اكتر من دوكيمنت مع اكتر من فريق كل فريق بيستخدم ريفرنس مانجر ده مشكله اطلاقا بالنسبه لده. في نقطه كمان مهمه جدا جدا بخصوص مندلي حابب اضيفها لحضراتكم هنا. احنا قلنا لحضراتكم ان مندلي مش محتاج لايسنس، ده احنا بنتكلم بشكل رئيسي على مندلي بيزك. مندلي بيزك بيدي يعني تقريبا هو قد يكون اعلى فيتشرز في كل الحاجات اللي افيلبل للناس كلها. however مش ده بس اللي حضراتكم تقدروا توصلوا له، لانه جزء من السبسكريبشنز بتاعت بنك المعرفه المصري بتشمل حاجه اسمها الانستتيوشنال اديشن بتاع مندلي او الام اي اي. في حبه فيتشر زياده يعني تقريبا في مساحه اكبر لاستخدام الجروب سواء كبرايفت او بابليك باعداد واحجام اكبر. في جزء قبل كلاود ستورج بتاعتي على مندلي نفسها، بمعنى انه في الوضع الحالي النسخه البيزك بتاعت مندلي اللي اي حد يقدر يعمل لها داون، انا ليا كلاود ستورج 2 جيجا بايتس، وده تقريبا من اعلى ان ما كانش اعلى كلاود ستورج مفتوح في البيزك اكونتس بالنسبه للريفرنس مانجرز كلهم. السؤال هو انا هعمل ايه ب 2 جيجا بايتس؟ انا هقدر احط عليهم اللايبرري بتاعتي، بس انا مندلي اقدر استخدمه كمان غير ان انا استور عليه البي دي اف بتاعتي. انا بقدر اتعامل مع مندلي ان انا استور عليه الريسيرش ديتا بتاعتي، سواء انا اخليها ليا انا بس او ليا انا والتيم بتاعي، او ان انا احطها بابليك فالناس تقدر تعمل سيتيشن للريسيرش ديتا سيتس بتاعتي بالدي او اي بتاعها ان انا بستور الديتا. وان اوف ذا مين فيتشرز بتاعت الانستتيوشنال اديشن عن البيزك اديشن بتاعت مندلي ان كلاود ستورج لكل اكونت على مندلي. لو بقى لو حضرتك قدرت مندلي قدر يتعرف على حضرتك انك تابع لجامعه او مؤسسه بحثيه مصريه، حضرتك بيبقى معاك كلاود ستورج 100 جيجا بايتس. قلت لحضراتكم less limitations على ال creation of groups. طب انا ازاي مندلي يقدر يعرف ان انا تابع لي جامعة او مؤسسة بحثية مصرية؟ اللي انا محتاجه ان انا اروح مرة كل 12 شهر ان انا اروح ل mendeley.com من خلال الانترنت بتاع الجامعة او المركز البحثي، ان انا اخش mendeley.com واعمل sign in بالاكاونت بتاعي سواء كان بايميل جامعي او ايميل شخصي من الانترنت التابع للجامعه والمركز البحثي اللي انا فيه. اول ما هعمل ساين ان سواء كان ايميل شخصي او
الجامعي اللي انا بستخدمه في الالزفير اكاونت بتاعي، وطبعا بننصح دايما باستخدام الايميل الجامعي عشان اقدر اخد بيه الريموت اكسس او حق الدخول عن بعد للداتابيس بتاع ساينس دايركت او سكوبس في جزء الاشتراكات، وهما نفس الاكاونت في الاخر. however انا بالنسبه لمندلي دوت كوم اول ما بيلاقي لوج ان اتعمل جوه من انترنت تابع لمركز بحثي او لجامعه مصريه، هيبعت لحضرتك على طول ايميل كونفيرميشن انه حضرتك تم اضافتك للجروب بتاع مندلي التابع للمؤسسه البحثيه او للجامعه اللي حضرتك تابع ليها بحثي، وساعتها بيبقى معاك الفيتشرز بتاعه المندلي اللي هي بنسميها المندلي انستتيوشنال اديشن. فيعني there is more actually اللي بنك المعرفة كمان موفره لحضراتكم حتى بخصوص مندلي نفسه. يعني حبيت ايه اكمل شوية على السؤال بتاع مندلي والفيتشرز بتاعته الموجودة عن حضراتكم. هل في اسئلة؟ في سؤال عمل سيشن لمندلي فقط بالتفصيل، اعتقد ان احنا عملنا سيشن قبل كده لمندلي لوحدها، موجود الريكوردينج بتاعها على اليوتيوب، واعتقد برضو ان هيبقى في سيشن عن مندلي لوحده في جدول بتاع شهر اكتوبر باذن الله. شكرا باشمهندس خالد على الاجابه الجميله على السؤال. انا حابه اكمل بس في ناس ويعني في حد في واضح ان في شويه لابس ما بين التولز المختلفه وما بين السفير اصلا. ف تاني نقول تاني السفير هو ببلشر معروف، او احنا عامه مؤسسه او السفير، فالسفير غير كمان ان هو ببلشر. احنا اكتر دلوقتي كانفورميشن اناليتكس بزنس بنحاول نوفر تولز للباحثين او الريسيرشرز تساعدهم يختصروا وقت اثناء الريسيرش بتاعهم ويعملوا البحث بكواليتي احسن او بطرق اسهل. التولز دي زي ايه؟ زي التولز اللي احنا بنتكلم عنها من اول ما ابتدينا، زي سكوبس، زي ساينس دايركت، زي مندلي، زي فايفال، زي كلينيكال كي. انا شايفه حد بيسال على كلينيكال كي، زي باقي التولز الكتيرة المقدمة من خلال السفير. فكل دي عبارة عن تولز بيقدمها السفير بتحل مشاكل معينة بتقابلنا واحنا بنعمل الريسيرش. فاحنا اتكلمنا عن سكوبس، قلنا سكوبس هي داتابيز فيها ابستراكت من كل البابلشرز الموجودين، ودي طبعا بتساعدني وانا بعمل سيرش على literature review زي ما شفنا النهاردة، او على topics زي ما شفنا المرة اللي فاتت، وبقدر كمان من خلالها اعمل ايفالويشن للبيبرز او للجورنالز من خلال الماتريكس اللي اتكلمنا عنها النهارده. فده سكوبس. ساينس دايركت هو البلاتفورم بتاع السفير اللي عليه كل الداتا اللي بتنشر من خلال السفير، فهلاقي عليه كل الجورنالز او البيبرز بتاعت السفير فقط، بس بلاقي عليه الفول تكست، وبقدر اشوف عليه كمان التكست بوكس بتاعت السفير. فده كده ساينس دايركت. مندلي زي ما شفنا هو ريفرنس مانجر وكمان اكاديميك سوشيال نتورك، وفي فيتشرز كتير هنبقى نتكلم عنها بعد كده بالتفصيل، او برضو ممكن حضراتكم ترجعوا للسيشن الريكوردد الموجوده فعلا على اليوتيوب شانل بتاعتنا لو حابين تشوفوا اكتر معلومات عن مندلي. سايفال، عشان جالنا اسئله كتير قوي النهارده عن سايفال، احنا اتكلمنا عن سايفال السيشن اللي فاتت، ولكن باختصار سايفال هي تول بتخليني اشوف او بتديني صوره او فكرة عامة عن التوبيك، فأقدر من خلاله أشوف يعني الصورة العامة عن أي حاجة أنا عايزها، عن انتيتي معينة سواء بقى كان ريسيرشر أو جامعة أو مكان بحثي أو هيئة بحثية أو حتى دولة، فأقدر أدخل أشوف أوفر فيو عنهم، أشوف الأوتبوت بتاعهم في الريسيرش عامل إزاي، بيشتغلوا في إيه، أقدر أقيمهم، أقدر بعد كده أقارن ما بينهم وبين حاجة. فزي ما حضراتكم شايفين ظاهر دلوقتي قدامكم السايفال أو الـ يعني الويب سايت بتاع سايفال عامل إزاي. إحنا بندخل عليه برضو من بنك المعرفة، بس هنا لازم أبقى داخل من أكاونت بنك المعرفة بتاعي عشان يقدر يفتح. فهو بيتكلم أساساً عن 4 موديولز مختلفة، ففي عندي اوفر فيو موديول. الاوفر فيو موديول ده اقدر اخد اوفر فيو او فكره عامه عن اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي، فعن انستتيوشنال
جامعة مثلا او عن مكان بحثي او عن دولة او عن جروب اوف ريسيرشرز او عن حتى ريسيرشر واحد او عن ريسيرش اريا مثلا او ريسيرش فيلد. فانا بقدر اخد اوفر فيو عن اي حاجه من دول. بعد كده عندي موديول البنش ماركينج، والبنش ماركينج اللي بيخليني اقدر اقارن ما بين اي حاجتين من دول. فانا اقدر اقارن مثلا ما بين الاوتبوت بتاعي انا كريسيرشر وما بين ريسيرشر تاني بيشتغل في نفس مجالي. اقدر اقارن ما بين الاوتبوت بتاع مجموعتين من المجموعات البحثيه واشوف مين فيهم افضل. اقدر اشوف الجامعة بتاعتي بالنسبة لباقي الجامعات الموجودة في في بلدي عاملة ازاي. فدي من الحاجات اللي بتساعدني كده اشوف التقييمات، واقدر من خلالها احط استراتيجيز لو انا مثلا عايز ارفع من كفاءة الريسيرش اللي انا بعمله كريسيرشر، بحيث ان انا ابقى زي باقي زملائي او باقي البيرز او ريسيرشرز اللي هم في نفس مجالي. طب انا ممكن اعمل ايه؟ طيب انا ممكن ادخل اشوف الترندز، ادور على موديول ترندز ده بيوريني العالم مهتم بايه، ايه التوبكس الترندي دلوقتي. وده بيساعدني جدا في ان انا احط الاستراتيجي بتاعتي. طبعا كل ما اشتغلت في توبك كان ترندي كل ما كان احسن بالنسبه لي، لان انا هيجي لي العالم مهتم بالتوبك اللي انا شغال فيه، فهيجي لي فيوز اكتر، هيجي لي سايتيشنز اكتر وهكذا. وده اللي احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في السيشن اللي فاتت، لو حضراتكم تقدروا ترجعوا لها. في كمان الكولابوريشن، لو انا عايزه ادور على كولابوريشن وعايزه ادخل اشوف كولابوريتورز، اشوف مثلا يعني عايزه اعمل كولابوريشن مع حد، طب هعمل كولابوريشن ناشونالي والانترناشونالي، ادور على حد بيشتغل في نفس البلد بتاعتي في نفس جامعتي، ولا ادور على حد بره. طيب مين اكتر ناس لو عملت معاهم كولابوريشن هيطلع عندي ريسيرش اوتبوت احسن؟ كل الحاجات دي اقدر اعرفها من هنا. وبرضو هنحاول نتكلم عنها بالتفصيل في سيشنز تانية منفصله، وبرضو موجوده يعني تقدروا ترجعوا اليوتيوب الى اليوتيوب شانل وتلاقوا سيشنز مخصصه في الحاجات دي. اخر حاجه، انا كل الكلام ده ممكن اطلع له ريبورت، فممكن اطلع ريبورت بالتفصيل عن اي حاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي. وده بيبقى مهم قوي للناس اللي بتشتغل في الجامعات بقى في المانجمنت بوزيشنز، اساتذتنا الكبار اللي يحبوا يعملوا استراتيجيز للجامعه. مهم للريسيرشرز نفسهم لو هو زي ما بنقول عايز يدور على كولابوريتورز يشتغل معاهم، عايز يحسن من الاستراتيجي بتاعته او من الطريقه بتاعته في الشغل. مش لازم اشتغل على التوبيك ده لو هو مش ترندي، ممكن ادور على التوبيك زيه بالظبط بس يكون العالم مهتم بيه اكتر، فيزود فرصتي انا بعد كده في ان انا اترقى او كل الحاجات دي. فده كده كان باختصار سايفال للناس اللي سالت على سايفال نار. يعني انا ببص على باقي الاسئله دلوقتي. ففي سؤال عن ازاي اعمل فولدر على مندلي، احنا شفنا هحاول اعمل شير برضو للسكرين دي. احنا شفنا مندلي ديسكتوب من شويه، انا بفتح اللايبرري عادي على مندلي وبقول له كرييت فولدر، فهو على طول بيفتح لي بيعمل لي فولدر. ببتدي بقى اعمل اسم للفولدر واحط فيه البيبرز اللي انا عايزها اللي هي تخص البروجكت ده او الفولدر ده يعني. فهي من اسهل الحاجات دي. كده كان في بقى اسئله كتير على الشهاده وعلى الفيديوز، انا هوري لحضراتكم دلوقتي اللينك او اليوتيوب شانل عشان دي اللي بتلاقوا عليها الفيديوهات. السؤال عن كلينيكال كي، هو في سيشنز منفصله بتتعمل عن كلينيكال كي برضو موجود منها على اليوتيوب شانل، وممكن نلاقي نبص برضو على اعتقد ما فيش الشهر 9 بس ممكن في الشهر الجاي نلاقي سيشنز مخصصه عن كلينيكال كي، او ممكن نرجع للشانل زي ما قلنا ونشوف السيشنز الموجوده عنه. فهو انا هعمل اد وهحط
هعمل اهو نيو فولدر هسميه مثلا كوفيد 19. طبعا عندي فولدر اهو اسمه كوفيد 19، فممكن اجي هنا في الريفرنسز ومثلا دي بيبر بتتكلم عن كوفيد 19، فهاخد مش اي بيبر، شوف اي بيبر عندي بتتكلم عن كوفيد 19، فدي مثلا بيبر بتتكلم عن كوفيد 19، هاخد البيبر هنا وادخلها على الفولدر، فبقت البيبر دي تبع الفولدر بتاعي اللي هو في كوفيد 19، ظهرت اهي في الفولدر. فدي طريقه ان انا بعمل فولدر وبدخل عليه بيبرز للي كان بيست. خلينا نرجع بقى تاني للبرزنتيشن بتاعتنا عشان نخلص. في اي اسئله تانية عن حضراتكم ولا في سؤال؟ احنا جاوبنا السؤال كان على الامبورتنج بتاع الريفرنسز من ان نوت او من اي ريفرنس مانجر تاني زي زوتيرو زي غيره. اللي حضرتك بتعمليه من اي ريفرنس مانجر تاني، ان احنا بنروح دي اوبشن عاده بيبقى تحت فايل وبنعمل اكسبورت لللايبراري بالفورمات بتاعه الاكس ام ال، او بعمل اكسبورت الريفرنس بالفورمات بتاعه الار اي اس، وبروح للريفرنس مانجر اللي عايزه ياخد الحاجات زي مندلي مثلا، وبروح اعمل بنفس الطريقه امبورت لللايبرري الموجوده. فهو اكسبورت ده بيجنريت فايل سواء كان الاكس ام ال او الار اي اس، هي فايلات هي اكستنشنز بتقرا من كل تقريبا من كل ريفرنس مانجرز بتاع ترى اكس ام ال وار اي اس، فده بيخليني اعرف انقل فروم وان تو ذا اذر. حضراتكم زي ما انتوا يا باشمهندس، انا حطيت لهم المفروض دلوقتي ظاهر على الشاشه قدام حضراتكم كل الباشمهندس خالد بيشرحه. ادي امبورت معايا باشمهندس. ايوه مع حضرتك. ايوه الامبورت ده بياخد لايبراري من اي مصدر تاني. لو انا هاخد ممكن اخد الفورمات بتاعه على طول، ممكن اخد الفورمات بتاعت الار اي اس تقريبا في الاكس ام ال سواء كان متحضر من الان نوت او من ريفرنس مانجر تاني، وفي البيبتكس اللي هي الفورمات اللي بيستخدموها الناس اللي بتحب تشتغل بالليتكس بدل الوورد. ماشي، نفس الكلام ان انا لو عندي لايبرري، انا لو علمت لو ممكن نعلم على كذا ريفرنس من الموجودين مثلا هنا، كنترول وكليك دكتوره شيماء او اي حاجه من الموجودين دول دلوقتي، كنترول كليك على عليهم اهو مثلا ده هعمل ايه؟ لا كنترول كليك مش دبل كليك. وهقول له فايل كذا واحد، هروح لفايل واعمل اكسبورت واقول له انا عايز اكسبورت لمين، عايز اودي الريفرنسز اللي موجوده هنا دي. البرنامج ايه لو دوسنا عليه كده هلاقي في الاوبشنز اللي موجوده سيف اس تايب بالتكس ار اي اس وان نوت اكس ام ال، برده هو بياخد وبيدي اللايبراريز برده الريفرنس مانجرز الثانيين. يعني اعتقد ده كده جاوب على معظم الاسئله التكنيكال اللي موجوده. اسجل على مندلي من بنك المعرفه؟ لا احنا مندلي مش محتاج ان انا اخش له من بنك المعرفه، بروح لمندلي دوت كوم لو انا واخد البيزك اكاونت، اي حد بيقدر ياخد البيزك اكاونت، ولو انا دخلت على مندلي دوت كوم وعملت ساين ان من الجامعه فبيدخلني على الانستتيوشنال اديشن بتاعتها. برضو قبل ما نقفل كان في سؤال راجع ورا شويه عن البلوم اكس ماتريكس، عن ايه هو السيتيشن اندكس بتاع البلوم اكس ماتريكس. هو الفكره ان سكوبس بيعد سيتيشنز لازم تكون جايه الدوكيمنت اللي اتكتب فيه السيتيشن او الريفرنس يكون الدوكيمنت ده موجود في سكوبس، فسكوبس مش بيشوف غير البيبرز اللي في جورنالز مدرجه في سكوبس. بلوم اكس معمول عشان يخرج بره حيز سكوبس عامه بحيث ان هو يقدر يشوف حاجات تانية حتى لو حاجات مش اكاديميه قوي. فبالتالي انا عندي سكوب البلومكس ماتريكس بيقدر يجمع السيتيشنز المذكوره في بيبرز سكوبس والمذكوره حتى مثلا في بري برنت اللي هي بيبرز لسه ما اتنشرتش بس هي موجوده. بلومكس بيتعامل مع حوالي 7 أو 8 داتا بيزز مختلفين انه بيجمع وبيعد منهم السيتيشنز. طيب اسئله الريكوردنجز بتاعت حضراتكم، هو احيانا الريكوردنجز بتتاخر شويه انها تظهر على اليوتيوب. However that being said احنا عاده we upload them regularly،
هطلب من حضراتكم تخشوا على اليوتيوب شانل وهنكتب اللينك دلوقتي على الشات وتعملوا سبسكرايب، فبحيث لما فيديو جديد بيتحط بيجي لكم النوتيفيكيشن على جوه اليوتيوب ان في فيديو جديد ظهر على الشانل على طول. تمام، شكرا جدا يا باشمهندس. نرجع تاني، احنا كده تقريبا خلصنا. يعني انا شايفه اسئله تانية. هو بس حضراتكم سامعيني كويس؟ ده زي ما اللي ظاهر دلوقتي قدام حضراتكم ده الريسيرشر اكاديمي، ده ويب سايت برضو مقدم من السفير، وحضراتكم هتدخلوا عليه النهارده وانتم بتاخدوا الشهاده، لينك الشهاده يدخلكم عليه. فممكن ننزل السيرتيفيكت عادي وهنشوف الخطوات بتاعتها، ولكن انا بفضل برضو نستفيد من الويب سايت لان انا كده كده هنعمل اكاونت عليه. فريسيرشر اكاديمي عليه موديولز كتير قوي للريسيرشرز للباحثين تخص حاجات مختلفة. فمثلا في موديولز عن في هتلاقوا في فيديوز عن الفاندنج، عن الرايتنج سكيلز، عن المانوسكريبت بريباريشن، حاجات كتير قوي، الاثكس، حاجات تهم كل الباحثين. وبدخل انا بختار التوبيك اللي انا عايزه وبلاقي فيديو، بسمع الفيديو وبعدين بينزل لي سيرتيفيكت بحضور الموديول ده او السيشن دي، برضو معتمدة ومختومة من السفير. فدي من الحاجات الكويسة اللي حضراتكم تقدروا تستفيدوا منها. اللي حابب يتابع معنا بعد كده، السفير افريكا ده اسم البيج بتاعتنا على الفيسبوك وعلى تويتر، بننزل عليها الايفنتس الجديدة اللي بنعملها. لو حد حابب يتابع معنا او يحضر معنا حاجات بعد كده، السفير افريكا على الفيسبوك ده اسم البيج. برضو السفير افريكا على يوتيوب، دي الشانل بتاعتنا اللي بتلاقوا عليها كل الفيديوز او الريكوردينجز للسيشنز او الويبينارز القديمه اللي فاتت، وبرضو الويبينار اللي احنا فيه اللي بتاعت النهارده تبقى هي ريكوردد وبرضو هتبقى متاحه بعد كده على السفير افريكا الشانل على اليوتيوب. وباشمهندس خالد حط لكم اللينك بتاعها على الشات. وزي ما بنقول لحضراتكم احيانا الفيديو بيتاخر شويه في انه يترفع عشان الايديتس وكده، بس في الاخر هتلاقوا كل الحاجات دي متاحه، وهتلاقوا كمان ويبينارز قديمه في او يعني مش قديمه يعني في الكام شهر اللي فاتوا، هتلاقوا كلها متاحه وبرده ناقشنا فيها او اتكلمنا فيها عن حاجات كتير قوي من اللي حضراتكم سالتوا عليها. للي حابب يتابع معانا برده السفير كوميونتي، ده الفيسبوك جروب بتاعنا، اللينك بتاعها تحت اهو، اسمها السفير كوميونتي، او اكتبوا على الفيسبوك على طول السفير كوميونتي واعملوا جوين للجروب. برضو بنحط عليه الايفنتس بتاعتنا، واحيانا بنحط معلومات او حاجات تخص الريسيرشرز. فمن الحاجات الكويسه لو تحبوا تتابعوا معانا، في برضو حاجه اسمها السفير برايت توك شانل، ده برضو اللينك بتاعها اللي لونه ازرق، دي الشانل عليها بعض الويبينارز اللي كانت اتعملت قبل كده، سواء من ناس في مصر او من بره مصر، فيها حاجات لو تحبوا تشوفوها. انا هحط لحضراتكم اللينك تاني اهو. طيب انا هحط لحضراتكم اللينك تاني دلوقتي. واضح بس انه اللينك مش ظاهر. اخر حاجه اهو، حطينا لحضراتكم اللينك مره تانية. اخر حاجه السيرتيفيكت، هاخد السيرتيفيكت ازاي؟ دي السيشنز المتاحه خلال اللي هي السيشنز الخاصه بالسيريس اللي احنا فيها الخاصه بشهر سبتمبر. فاحنا عندنا يوم الاربعاء الجاي الساعه 6 برضو هنتكلم عن سيلكتنج ا جورنال فور ببلشنج، ويوم الاربعاء اللي بعده اللي هو هيبقى يوم 30/9 برضو الساعه 6 هنتكلم عن بريبيرنج اند سبميتنج ا مانوسكريبت. نتمنى نشوف حضراتكم في السيشنز القادمه.
وشكرا جدا لكم. لو ممكن اضيف معلش حاجه، في ورشه عمل اعتقد انها تتم معظم حضراتكم بكره الساعه 2 ظهرا يوم الخميس 17 سبتمبر، عن الجرانتس، عن ايه الجهات التمويل بتدور عليه عشان انا اقدر اجهزه في التقديم للمشروع، ازاي اقدم على مشروع تمويل بحثي عندي. وهي دي هتعتبر بكره واحده من 3 حلقات، فهي ماشيه مع مجموعه الحلقات اللي احنا شغالين فيها مع حضراتكم، Enhance Your Research with Elsevier. في سيريز ثانيه كمان شغاله هتشتغل يوم الخميس 17 ويوم 24 ويوم الثلاث 29 هيبقوا شغالين مع حضراتكم، هيتكلموا عن التمويل البحثي. هتبقى بدايتهم بكره الساعه 2، وهحط لحضراتكم اللينك على التسجيل لورشه عمل عن بعنوان Improving Grant Success What Funders Look For، أو إيه الحاجات اللي بيدور عليها الجهات التمويل في المقترحات التمويلية المختلفة. رابط التسجيل أنا حطيته لحضراتكم على الشات دلوقتي للويبنار بتاع بكرة. وحضراتكم عامة بشكل عام زي ما حضراتكم عارفين كل الإيفنتس هتلاقوها موجودة على ekb.eg/events، هتلاقوا كمان السيريز بقيه السيريز بتاعه الفاندنج الموجوده. يعني نتمنى ان نقابل حضراتكم برضو بكره في السيريز الثانيه اللي شغاله على موضوع الفاندنج. تمام، شكرا جدا لحضراتكم، ونتمنى نشوفكم في المحاضرات القادمه ان شاء الله.